إذن أجدد الترحاب بكافة المستمعين الكرام في هذا اللقاء التواصلي اللي من خلاله غادي نناقشوا المواضيع اللي مطروحة للنقاش في هذه الأونة هذه. أكيد في غياب منافسات البطولة الاحترافية الاهتمام مركز بشكل كبير للمنتخب الوطني في الإقصائيات ديال كأس العالم بجوج ديال المباراة الأخيرة، واحدة تلعبات واحدة غتلعب غدا إن شاء الله. أيضا عندنا المنتخب الوطني للاعبين يعني الفريق الوطني حرف باء إن صح التعبير اللي غادي يدخل ابتداء من يوم 30 من هذا الشهر في منافسات كأس العرب اللي غتقام بقطر. أيضا عندنا المستجدات المرتبطة بالتعاقدات مع المدربين، على الخصوص المدرب ديال فريق الرجاء، المدرب ديال فريق الفاتح، المدرب فريق أسفي، وطبعا هناك مجموعة من الأمور اللي مرتبطة بالمنافسات الإفريقية والضجة اللي كاينة حول الطريقة اللي كتدور بها المباريات وحول الأخطاء التحكيمية، ماشي فقط على المستوى الإفريقي ولكن أيضا حتى على المستوى الأوروبي. نذكر بأنه غدا إن شاء الله الفريق الوطني المغربي غيلعب آخر مقابلة ديالو ضد غينيا، المقابلة اللي كان المفروض أنها تلعب بمدينة الدار البيضاء ستجرى بالرباط، وبدون شك أنه العامل ديال العشب مرة أخرى يتحرك ليلقي بالظلال ديالو على الإشكالية ديال مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. طبعا إلا كانت هذه، لكن يعني ما كاينش مبرر لتغيير المقابله الا هذا الطرح الا كان صحيح. على كل حال ندير واحد القراءه في المواضيع اللي يمكن نناقشوا خلال هذه الحلقه قبل ما نقدم الارقام الهاتفيه للتواصل مع البرنامج، ونذكر بانه التواصل اما عن طريق الهاتف او عن طريق الفيسبوك او عن طريق الواتساب. المواضيع طبعا يعني عبارة عن استمرار الشيء اللي تحدثنا عليه الأسبوع الماضي. فريق الوطني المغربي يلعب مقابلة أخرى ضد السودان، الحصة كانت كبيرة 3-0، وغيبقى دائما النقاش حول المردود العام ديال الفريق الوطني المغربي. في بداية يعني الإقصائيات كانت نتائج، كان الانتصار، وما كانش يعني الجمهور كلهم اقتنع بالأداء، ولكن لما تنوصلوا للدور او الجوله الخامسه الفريق انتصر في 5 ديال المقابلات، الشيء اللي ما حقه اي فريق على المستوى الافريقي، وهذا يحسب للاعبين ويحسب للمدرب. وغيبقى دائما تساؤل حول المردوديه، واش 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 علاش ان احنا نضع الفريق الوطني المغربي من خلال الشيء اللي تنشاهده مع مقارنه مع المنتخبات الافريقيه القويه. اول شيء اللي يمكن نتحدثوا عليه هو يعني الاستقرار في التشكيلة ديال الفريق الوطني، بحيث انه الان اصبحنا متعودين على واحد التشكيلة في غياب النصيري رجع ايوب الكعبي، ولكن في هذه المقابلة المدرب استعمل بوفال والحدادي بدل من الشاعر، كيف ما كان حال واحد النسبة كبيرة ديال 80% الى 90% من الفريق الوطني المغربي اصبح الان معروف، و كنا تنعرفوا بانه جوج مباريات الاخيره ما هياش مباراه اللي تجرب بعض اللاعبين، لان الوقت ديال التجريب ما بقى شيء. دابا الان حنا تنهيئوا الفريق اللي غيدخل المنافسات الافريقيه، وايضا تنوجهوه للمباراه الحاسمه ديال مارس. الكثير تركز على مارس، انا صراحه اركز على مارس، ولكن قبل ما نوصل مارس غادي نذكروا على كاس افريقيا، لان كاس افريقيا خص يكون هذا هو الهدف الاول، حيت الهدف ديال كاس العالم تكون حاضر في كاس العالم مزيان، ولكن الفوز بكاس العالم شي حاجه اللي هي غير وارده، انما كاس افريقيا الى هي انا فريق لكاس افريقيا سيكون افضل. ولا فزنا بكاس افريقيا اكيد باننا غادي نلعبوا مباراه ديال تحديد على المباراه ديال الفاصله من اجل منافسه كاس العالم، غيجريها الانسان هو لما تيكون فاز بلقب، يعني عنده واحد حظوظ كبيره وكبيره جدا. انت الخصم تيدير بحساب انك لاعب مع بطل افريقيا، اللي صعيب هو انك تكون تتوجد للمباراه الفاصله والمردود على المستوى الافريقي ما كان شيء جيد. ما سبقوش الاحداث، نبقاو في المقابله اللي تلعبات، مقابله طبعا
سجلنا بعض الامور اللي ممكن تخلي واحد نوع من عدم الارتياح، خصوصا على مستوى بعض الاخطاء. صحيح ان الاخطاء وارده في كره القدم، المدرب واي واحد تيشوف تيقول لك ما يمكنش انه الانسان انتصر 3-0 وباقي نقلبوا على الاخطاء. لا، يعني الفريق او المنتخب اللي تيبغي يطور القدرات ديالو ويمشي بعيد خاصو الامور الايجابيه مفروض انه يديرها، ولكن خصو يدير الاحتياط للامور السلبيه خصوصا عن طريق التمريرات الكرات الخاطئه. وهذا طبعا راجع لانه اللاعبين تيكونوا عارفين اللاعبين المقابله ما عندها شي واحد الاهميه كبيره، حتى ولو انه تكون عندهم رغبه انهم يستعدوا بشكل كبير، ولا بد ذاك يعني عدم التخوف من النتيجه تيكون عنده واحد النسبه كبيره في التفكير ديال اللاعبين. اذا الفريق الوطني لعب بالتشكيله ديالو الرسميه، حتى التغييرات اللي وقعت تغييرات يعني بدات حتى للدقه 70 اللي دخل الكعبي بدلا من ماي اللي كان جيد، جوج ديال الاهداف. التغييرات الاخرى كانت في الدقه 80 ل 81، تغيير من اجل التغيير، ما عرفش يعني التغيير اللي غيكون فاهم الفلسفه ديالو هو المدرب، لانه انا مثلا الكعبي معروف، بن شرقي مكان الحدادي، العكوش بدلا من برقوق، الشيبي بدلا من حكيمي في 8 ديال الدقائق. ما تنظنش بان هذا الوقت سيكون كافي باش نصدروا حكم على لاعبين واش بامكانهم يكونوا حاضرين في المقابله الكبيره ام لا. على كل حال نبقاو دائما في الامور الايجابيه، الفريق ديالنا حقق نتائج كبيره، نتمنى انه غدا ان شاء الله يتمكن من الفوز ويكون هو الفريق الوحيد اللي فاز في جميع المقابلات ديالو. وبالنسبه للمردود التقني ديال الفريق نتمنى انه يتحسن مع مرور المباريات. وغير اخر كلمه، المستوى اللي تنظهروا به راه لما تجي المباريات الكبيره، يعني ماشي تنقول هذا مؤكد، لا، يعني عاده انه في المباريات الكبيره يعني المردود ديال الفرق دائما يتحسن بصفه عامه. الى خديتوا غير الفكره، يعني الى انت تذكروا كاس العالم ديال 2018 لعبنا مع ايران، يعني في واحد المباراه كانت كان بامكاننا نربحوها وخسرناها، ولكن المستوى ديالها ماشي هو المستوى باش لعبنا امام اسبانيا. اسبانيا على مستوى عالي، علاش؟ لانه دائما ما تيكون عندك الخصم اقوى منك و يعني تتبدل المجهود تيكون مضاعف. لما تتكون لاعب مع خصم يعني المستوى ديالو اقل، يعني تعيامات تكون عندك الرغبه باش تلعب بواحد الحماس كبير. لما ما تيكونش ذاك الحماس تيواجهوا حماس اكبر، دائما المردود تيكون ناقص. كاين اللي غيكون مختلف ما 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 متفقش مع هذا الراي، وعلاش؟ لانه تيمكن نشوفوا مباريات اخرى بحال دابا على المستوى الاوروبي، تيمكن تلقى فريق ضعيف وفريق قوي، والفريق قوي تيربح 6 و7 و8 كما وقع المانيا ولا وقعت فرنسا. على كل حال هذه نقاشات ممكن نناقشها مع المستمعين الكرام، كل واحد غيكون عنده راي. بالنسبه للفريق ديال حسين عموته، مباراه مع البحرين 3-2، ماشي مباراه، انا ما بغيتش نعطي الاسم ديال المباراه، نعطي حصه تدريبيه، لانه لعبوا 4 ديال الاشواط وقيلة ولا يعني نص ساعه في نص ساعه في نص ساعه، وبدل اللي بغيتي. ف تنعتبروا بانه هذه فتره ل خلق الانسجام ما بين اللاعبين، لان التشكيله باش دخل في الاول تيبان لي بهذيك هي التشكيله اللي عنده رسميه، تيبقى فقط انه يحسم في الاختيارات ديالو الاخيره، لان عنده مجموعه من اللاعبين. ونظن بانه المقابله ديال غدا ان شاء الله هي اللي غتحسم في تحديد المجموعه اللي غادا تمشي لكاس العرب اللي غتقام بقطر. ونتمنى على الله على انه حتى شي لعاب ما يتصاب وكل شيء يكمل المباريات ديالو، لو مع الفرق ديالهم ولا مع المنتخب الوطني. بالنسبه للتغييرات ديال المدربين والنقاشات اللي دايره، ف الى كان شي اسم اللي درت عليه ضجه كبيره هو المدرب الشابي، من بعد ما تم الانفصال مع الرجاء وجاء فيلموت. عندي واحد الملاحظه بسيطه، ما عرفتش واش تدار ولا ما تدارش، لان ما عمري سمعتها. سمعت بانه المدرب ديال 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 الرجاء رفض يحضر في لحظه التقديم ديال المدرب فيلموت، واش من باب الاداب ولا من باب ما نعرف، حيت لما تيتقال المدرب سواء حبيا ولا كيف ما بغى يكون، ما تنظنش بانه غادي يحضر، والا غادي ما بقاش مدرب ولا محب ولا حتى هو منخرط. ما
المدرب سالات المهمه سالات، تشكرك الله يهنيك الله يخدم المستحقات ديالو. ما ما تحضر ليا ما نحضر لك، لان ما عندها ما عندها حتى شي نحضر شنو؟ ها الجبنه اللي غيخلفك لان انت ما كنتش مزيان نو. يعني قريت بانه توجهت له الدعوه وبانه بغى شي يجي ما عرف، يمكن يكون هذا تقليد جديد وما عمرنا عرفناه، ولكن انا بالنسبه لي ما ما مدرب انتهى انتهت. اجي نحضروا نشوف الخلف ديالك، حتى الخلف ديالك اللي بغى يقول شي حاجه على الفريق ما يقدرش يقولها، اش يقول بانه انا جيت نصحح الاوضاع اللي كانت ماشي صحيحه في الفريق. على كل حال هذه القضيه ديال المدرب صعيب نبقاو نهضروا عليها دابا الان، حيت تحدثنا على غيمشى المدرب، مشى المدرب الان مشى هو دا جوج ديال الالقاب، الرجاء فات جوج ديال الالقاب، مشى خذ الفريق في الصف الثاني بخمسه ديال النقاط على فريق الوداد. المسؤوليه الان على من؟ ماشي على المدرب الجديد، على المكتب الجديد، المدرب الجديد لانه غيبقى دائما جديد، غيلعب مقابله الاولى انا باقي جديد، المقابله الثانيه انا باقي جديد، تنتعرف على اللعابه، يمكن المباراه الثالثه يمكن لا انا طالب تعاقدات، اذا اللي في الواجهه هو المكتب اللي جاب مدرب جديد بمواصفات كما قال هو بين قوسين عالميه، فما عليه الا انه يثبت هذا الشيء هذا في المباريات القادمه. واول تجربه غتكون عنده مع فريق شباب المحمديه النهار الجمعه. المدرب ديال الرجاء ما تعرفش المحمديه، مدرب ديال المحمديه تعرف الرجاء مزيان، اذا هذه اول اختبار ل يعني الاختيارات ديال المكتب ديال فريق الرجاء. نتمنى له التوفيق في المسار ديالو، علما بانه الرجاء لا يتعاقد مع المدربين لبناء فريق، ولكن يتعاقد مع المدربين لكسب الالقاب وتلعب على جميع الواجهات. هذا هو اللي كاين، ماشي شي واحد اللي غيدير بحال جمال السلمي اللي تعاقد مع الفتح لمده خمس سنوات، وهذه سابقه تحسب لفريق الفتح. الحجوي اللي رجع يعني تولى المسؤوليه ديال الفريق بدلا من نوال خليفه اللي بقات في العضويه ديال المدير مكتب المدير ديال فريق الفتح. خمس سنين بمعنى انه الناس يفكرون ويخططون للامد البعيد بدون شك غتكون بامكانيات محليه ديال الفريق، لانه لو انه الامر يتعلق بتعاقدات وانتدابات لو طالب كون كانت هذه القضيه هي اللي هي المهمه بالنسبه للفريق، كره طالبوا بتحقيق النتائج ابتداء من هذه السنه او الموسم المقبل. فخمس سنين تيبان بانه عنده الصلاحيه باش يبني فريق بتأني، ما عليه لا ضغط لا والو، لانه الجمهور ديال الفتح وان كان جمهور كبير ولكن ماشي ما عندوش ذاك الضغط الكبير على المدرب ولا على حتى المكتب. اذا انتظر بانه جمال السلمي حتى هو التعامل الاحترافي، بحيث كان بامكانه يقول لا 50 بزاف عليا ندير غير عامين، يمكن ندي بطوله ولا 30 ندي بطوله ونقلب على افق افضل، ولكن يفضل انه يشتغل. يمكن عارف بانه سبق له، عارف بانه الاجواء في فريق الفتح اجواء يعني مضبوطه، فريق يلعب تيسير فريق بطرق احترافيه، تظن بانه ممكن يلقى الجو المناسب باش يبين الامكانيات ديالو. الطالب والاخر مشى عنده اول تجربه مع الفريق اللي انفصل عليه، اخر فريق انفصل عليه وقيل هو فريق الجيش الملكي، عنده مقابله معاه اظن غتكون نهار السبت بالرباط. فريق ديال الاسفي ماشي فريق سيء، يمكن النتائج تخونه، ويمكن يعني مدرب يعني عنده امكانيات باش يزرع الثقه في اللاعبين ديال اولمبيك اسفي، ممكن يكون يعني يكون النتائج ديالو طيبه، علما بانه فريق الجمالكي النتائج الايجابيه تحقق خارج الميدان اكثر من من من, من داخل الميدان. على كل حال هذه بعض الامور اللي يمكن نناقشوها مع المستمعين الكرام ديالنا. بالنسبه للمنافسات الافريقيه بعض المقابلات اللي يمكن خص الواحد يتابعها، بخصوص مباراه ديال الكاميرون مع الكوت ديفوار، لانه هنا فين غتكون فريق من الفرق الكبيره على المستوى الافريقي اللي هو اللي غادي ما غيكونش حاضر، يا اما الكاميرون يا اما الكوت ديفوار. الجزائر حظوظ كبيره يكفيها التعادل امام فريق بوركينا فاسو، غادي تستقبل بوركينا فاسو، التعادل تكفي الجزائر. هنا غنوقف واحد التصريح قريته منذ لحظات ديال جمال بن الماضي، جمال بن الماضي تيدير تصريحات معقوله،
ديال الجزائر. ولكن التصريح اللي قال اخيرا شويه فيه شويه ديال ماشي غنقولوا غرور، فيه شويه ديال الثقه الزائده في النفس، بحيث انه قال الجزائر يمكن تخسر، يمكن تخسر ولكن ماشي امام بوركينا فاسو. هذه اللي شويه يعني تخسر، بمعنى انه هذا شيء طبيعي، ما كاينش شي مدرب اللي يقول احنا ما عمرنا نخسروا، ولكن غير بس تصرف هذه المقابله واش هي من باب الضغط ام باب الثقه في النفس، حيت من كره القدم ما تعرفش اش يوقع، ما تعرفش كره القدم فيها بزاف ديال الحوايج، فيها طرد الحارس، فيها طرد اللاعب، فيها ضربه جزاء مش صحيحه، فيها بزاف ديال الامور تحسب عليها، وما فيها 0-0 مباراه كامله، فيها ايقاع سيء، كره طائشه والدخول، دخول تقبض الكره الحارس يبغي يقبض الكره ودوز بين رجليه، ولهذا فهنا اللي صعيب. الا انتصر صافي راه هذيك حقيقه تامه، انه بالنسبه له كان عنده ثقه في النفس حتى شي حاجه، ولكني الا مشى تخسر ما كلشي غيشد في هذا الكلام ديال انه سننهزم في مقابله ما، ولكن ليس امام بوركينا فاسو. شو اللي صعيب؟ انا ما يعني تناخذ من باب يعني غير على التصريح. ثم تونس اللي مفروض فيها انها تنتصر باش تامن البقاء ديالها، لان يعني هي في الصف الاول الى جانب غينيا، غينيا بيساو، لا غينيا الاستوائيه، اسف غينيا الاستوائيه. على كل حال هذوما المواضيع اللي يمكن نناقشوها مع المستمعين الكرام، وايضا انطلاق او استئناف المنافسات البطوله الوطنيه. نذكر بالارقام الهاتفيه للتواصل مع البرنامج، الارقام ديالنا هي كالتالي 0520-666-067 0520-666-067 0520-666-068. اعيد الارقام الهاتفيه للتواصل مع برنامج النقاش في الرياضه على التيرادي بلوس، الارقام ديالنا هي 0520-666-067 0520-666-068 0520-666-068. او للتواصل عن طريق الواتساب في الرقم الهاتفي اللي هو 0662-62-32-48. اعيد 0662-62-32-48. في انتظار التوصل باول المكالمات، اكيد بانه عندي بزاف ديال الواتسابات اللي ما كنتش قريت واللي تضافوا طبعا مباشره بعد البرنامج، ممكن نقرا بعض منهم. مساء الخير، بخصوص فريق الرجاء البيضاوي، اظن ان مساله تغيير المدرب سابقه لاوانها كان على الرئيس والمكتب المسير الاشتغال على اوراش اخرى في مقدمتها مداخيل لخزينه الفريق، سواء المستشارين او فاعلين اقتصاديين. انا رايي ان انيس محفوظ ليس لبس جلباب كبير عليه، رئاسه الرجاء يلزمها رجل حكيم ورزي ويحسب الخطوه 1000 مره قبل الاقدام عليه. هذا السي محمد الدار البيضاء، فما عرفتش علاش شنو يعني السبب ديال انه الانسان نسميه بانه جلباب كبير عليه، لانه دخل الان صحيح انه كان مسير فريق لانه خدا الرئاسه، علاش غصدر واحد الحكم ديال انه رجع يعني خصا رجل حكيم ورزين؟ وشكون اللي غينفي على 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 انيس محفوظ بانه ماشي رجل ماشي 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 رازين وماشي حكيم؟ ممكن مش اول خطوه شاف بانه كانت عنده الشجاعه انني غنبدل المدرب ويجي مدرب اخر، نتسناو يعني هاد الاحكام اللي تنسميها انا اصدار الاحكام بهذا الشكل هكايا تكون شويه صعيبه، حيت ما بنياش يعني باقي يعني ما دارش شي حاجه، وكانت النتيجه ديال داك الشيء اللي دار كانت سلبي نقدر نقولها، ولكن يعني ما دارش السيد ما دار حتى شي حاجه. السيد دابا شنو دار؟ بدل المدرب. ايوا انتظروا النتيجه ديال المباريات وكيفاش غيلعب الفريق، وانتظروا بزاف ديال الحوايج وتسناو واحد شويه ديال الوقت ونقولوا بانه الرجاء تفتقد لهذا الان ما كاين والو. علاش انا غندير هذا الحكم؟ هذا هو يعني انا ما يعني السي محمد من حقك تقول لي بغيتي رايك وانا قريت، ولكن غير باش نقول اودي بانه لو انه كاين شي حاجه اللي تحسب يعني نقولوا بانه شو دار الاجراء، هذا الاجراء اللي دار ما كانش ناجح، هذا الاجراء ما كانش ناجح، نقدروا نقولوا بانه كان خصو ديال الرزانه. الان باقي ما كاين حتى شي حاجه، لا بدل المدرب، والمدرب الملعب هو اللي غادي يحدد واش نجح يعني هذه الخطوه اللي قدم عليها الرئيس ام لا.
انا تقول الرئيس والمكتب. سلام سي سعيد، راه المنظومه الكرويه الرياضيه في المغرب كلها في سيده ما عرفتش، حيت شوف كاين شي حوايج تنبغي نناقشهم، ولكن راه تنديروا حنا يعني احكام بحال شي واحد بغى يقول لك كل شيء مزيان ولا كل شيء خايب، حيت الكلمه ديال الفساد راه يعني خص يكون عندك حتى شي حاجه ممشيه. علاش اودي المنظومه كل شيء فاسد؟ ما عارف يعني صراحه، هذا في الواتساب تنبغي نقرا هذا الشيء هذا باش يكون على الاقل واحد الانسان يدير واحد الملاحظه على شي حاجه ونقولوا هذه الحاجه فاسده. المنظومه فاسده راه شويه كلام كبير، راه حتى حاجه ما تتمشى، حيت المنظومه تتشمل جميع المتدخلين. نحن في نفس المكان لن نفوز بكأس إفريقيا ونحتل مرتقدين في كأس العالم، فكل سنة نفس المشاكل، خاصنا ناس متخصصين تعطاهم الصلاحية التامة. إوا ما صراحة أنا ما عرفتش هذا، أنا متفق على أنه كاين خلل، ولكني باش نقولوا بأنه لا التسمية ديال المنظومة ما معني أنه ما بقاش عندك الأمل في الإصلاح. كاين أخطاء، وأي مجال فيه الناس تيخدموا والناس ما تيخدموا شيء، وكاين اللي تيخدم بنيته وما عرفش يخدم، وكاين اللي ما خدمش بنيته، يعني خليط. وكاين الناس اللي خدامين يعني وتعرف واحد تيكون تيخدم راه يمكن يخدموا ربعه وواحد يجي يفسد كل شيء. هذا هو اللي كاين، ولهذا بعد نوبه الاحكام شويه تكون غير شي حاجه اللي ملموسه فاسده نهضروا عليها، ولكن باش نجمعوا كل شيء لا. على كل حال ناخذ معايا بعض المكالمات، وناخذ معايا السي يوسف من الدار البيضاء. السي يوسف مساء الخير. كي داير الاستاذ؟ لاباس. نعم السي يوسف مرحبا. تحيه طيبه لك. مرحبا سي. عندي ثلاثه ديال النقط. نتفق معك في واحد النقطه الاولى انك التحكيم الاوروبي، بالعكس حنا تابعنا جميع المباريات، والدليل على ذلك راه توقف الحكم شاكيري الى اجل غير مسمى. مقابله ديال اتلتيكو مدريد لصيب ميلو. توقف. لا حكم الفار ولا حكم الوسط. الكارثه العظمى هي المقابله ديال البنين والكونغو الديمقراطيه، واحد ضربه جزاء عاليه يعني شافها الحكم ودخل الطاقم التقني ودخل الجيش، غتقول كارثه. والمباراه ديال غانا مع جنوب افريقيا حتى هي واحد ضربه جزاء مشكوك في الامر ديالها. بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي لا، وبالنسبه بالنسبه لاوروبا شنو بالك من الامور عاديه؟ انا بان لي باقي حتى شي حاجه اللي بان لي. ايوا كريستيانو شج الكره داز ب 30 سنتيمتر على المرمى وما تحسبتش. انا ما تابعتش المباراه ديال المباراه انا ذلك على المباراه ديال الذهاب اللي كلشي شابع ان الكره دخلت للمرمى. كاين اللي يقول لك لا الحكم حكم حيت ما كاينش الفار حكم داك الشيء اللي شاف، ولكن تتسمى اخطاء تحكيميه. حاجه واحده بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، منتخب الوطني المغربي بالنسبه للمدرب محظوظ لان لعب مقابلات كلهم هنا. لو كان لعب خارج المغرب غادي يتمحل. كونوا واقعيين. بالنسبه للمباراه ديال يوم الجمعه كانت دون المتوسط. يعني اخطاء كثيره. يعني هذاك الشيء اللي تربط ما بين وسط الميدان مع الهجوم مع الدفاع ما كانش. اخطاء كثيره وكثيره جدا. يعني بقينا كنشوفوا غير الاخطاء. حاجه واحده اللي خصو بالنسبه للمدرب خصو يراجع الاوراق ديالو، لان حنا مقبلين على كاس افريقيا. وكنعرفوا كاس افريقيا راه ما كيتلعبش كيتربح. يعني خاصو من الان، ان التشكيله راه كاينه كما قلت بان 80% حتى 85% خاصو واحد شويه ديال الروتوشات وتكمل، ولكن نمشيو نعرفوا كيفاش نربحوا ماشي كيفاش نلعبوا، لان تقدر تلعب وتقدر تخسر. ايوا دابا هو ما تيلعبش تيربح. اللي بغيت نقول يعني حنا ما نفكروش دابا بشهر ثلاثة، حنا نشوفوا اللي حدانا دابا شهر واحد، هذا هو المهم، ونعرفوا المنتخبات اللي لعبوا معاهم واللي غادي كيفاش غادي نسيروا المقابلات. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى نكونوا من هذا الجيل المحظوظ، انا كنت من الجيل ديال 76 شفت كوب دافريك، ولكن نكون من هذا الجيل نشوف كوب دافريك عاوتاني ان شاء الله. ان شاء الله من الله سبحانه ان شاء الله. وشكرا. شكرا لك سي، بارك الله فيك. ناخذ سي عبد الرحيم من واتزم. سي عبد الرحيم مساء الخير. مساء الخير اخويا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سيدي. اخويا المنتخب الوطني غايب عليه واحد اللاعب كبير سميتو الشياش، ما عرفتش علاش ما حاضرش. مشكل كبير في المنتخب، يعني لاعب بمستوى كبير ما كاينش بحال الشياش في افريقيا كاع. ايوا دابا زياش ما كانش، نتمنوا انه يكون حاضر في القادم المقابلات، نبقاو نذكروا على الشيء اللي عندنا الان.
شكرا اخويا، الله يحفظك. يا بارك الله فيك سي عبد الرحيم، بارك الله فيك، شكرا لك. ناخذ سي سليمان من الدار البيضاء. سي سليمان مساء الخير. خويا سعيد مرحبا سي، لاباس عليك بخير؟ الله يبارك فيك. الله يحفظك سعيد. بغيت نسولك عفاك على السؤال، كيفاش الطريقه الاوروبيه غادي يلعبوا البراج؟ الطريقه باش يلعبوا البراج الفرق اللي تكلاس الثاني كيفاش يلعبوا؟ الفرق اللي غيديروا تنظم ديال ثلاثه ديال المجموعات وغيضافوا لهما سيدي واحد الجوج اللي غادي يبقاو من داك اللي بقاو من داك سميتها داك البطوله اللي داروا البطوله الاوروبيه ديالهم ديال الانديه. ايه المهم شويه الامور معقده، يمكن نعطيها لك بالتفصيل، انا عارفها وان يعني ماشي سهله، خليني نضبطها ونقدمها لكم. انا حاجه واحده اللي بقات في هذا كريستيانو ما يكونش في كاس العالم واقيلا كريستيانو. لا شوف، الا ما كانش كريستيانو في كاس العالم، انا صراحه انا واحد الانسان ما تخدمش بالعاطفه. كريستيانو حتى شي حد ما غينقص يحيد الامكانيات ديالو، انه واحد من العمالقه ديال الكره اللي عرفتهم كره القدم في العالم بصفه عامه. ولكن دابا كريستيانو الا غنقارنوا ما بين كريستيانو اللي تنعرفوا ديال دابا راه غير تيخايل في الملعب، دابا تيدور الملعب، هادشي اللي كاين. وساعد واحد القضيه قلت لي حيدوا الفقه اي متفقين، هذاك الهدف الثالث ضاع ليه. وشوف لعب بحجم كريستيانو الا بقى تيلعب كل حد ولا بد غيدير شي حاجه مزيانه، ما كاينش ما يمكنش ما غيديرها شيء. ولكن داك شوف كريستيانو ديال 2012 و13 كون بوحدو البارح سجل جوج ولا ثلاثه، ولكن البارح رغم ذلك السعيد هو اللي كاين، الا ما درتش محاوله وانا ما كاينش. وانا شفتو البارح ما تيدور ما لقاش يعطي الكره السعيد، ما لقاش يعطي الكره. والله يهديكم، راه شوف واش كريستيانو 36 وكريستيانو 23 عام. سعيد هذا في الماتش مع ايرلندا راه هو اللي خلق كلهم الفرص، هو اللي خلقهم. لا شوف انا ما حيدتش بالامكانيات ديالو، ولكني ما بقاش ذاك اللعاب اللي غيمكن لك تعول عليه من الدقه الاولى حتى الدقه 90. فعلا هذا هو القصد ديالي، حيت انا تنقارنو بوحدو ملي كاين بوحدو شادينو فهمتي تقوى مصر، ولكني راه ما بقاش قادر يدير داك الشيء بوحدو، هذا هو القصد ديالي انا. المهم نتمنى ان شاء الله كل خير ان شاء الله. ايوا على المعه، يلا شكرا لك شكرا لك. مشينا لعند السي رضوان من ايمين تانوت. السي رضوان مساء الخير. السلام عليكم السي سعيد، تحياتي لك. الله مرحبا السي رضوان، كي داير السي سعيد؟ كل شيء الله يبارك فيك. تحيه لكل الطاقم المشرف. مرحبا. البرنامج البيت انا نناقش معاك ونعقد على واحد جوج نقاط فقط. النقطة الأولى أن أغلب المستمعين أو المشاركين في البرنامج تيشيروا أن المنتخب الأداء مات الأداء. أنا بغيت نتفائل وبغيت نخلي عليك نقطة في راسك باش تفكرني بها. أول ما قلت لك أن المنتخب اللي عندنا حاليا تنأكد لك نسبة 90% نقدروا نحققوا به كأس إفريقيا. الله مزيان. تنأكد لك وعقل على رمضان شوزاني مدينة إيمين تانوت. علاش؟ لأن عبر سنوات أنا كنت متبع ومعاشق للمنتخب. كان عندنا الأداء وما كانش في منتخب داز عندنا أكثر من 98. كان الأداء وكانت القوة الهجومية كانت الكرينتا، ولكن ما كناش كنحققوا به نتائج أمام الكرة الإفريقية التي تلعب على الكرة الجماعية وعلى البنية الجسمانية. حاليا بديت تنشوف ان عندنا منتخب اللي قدروا كما كنقولوا بلوغ الكره نشمتوا به الفرق غنربحوا ونشدوا. اما اذا كنا تنقلبوا على الاداء فالاداء عبر التاريخ ما عطاناش القاب باستثناء لقب واحد. وبالنسبه للتعقيب على النقطه الثانيه خويا سعيد، هي على مركب محمد الخميس اللي من عطاها انا تنقول بكل صدق نتمنى يحفوا اسم سيدنا محمد الخميس رحمه الله، لان شوفوا السمعه ديالو وسميتو مركب حاجه. لا ما كاينش. لا اسمح لي انسان وزن الكلام اللي كلام تيقول. اسمح لي انا نهضر معك غير وزن الكلام ديالك. لا الاسماء المقدسه ديال البلاد حتى شي واحد ما غيسول الاسم ديالها. لا وزن الكلام. لا عرفت اش تنقول. لا ما عرفتيش تقول. لا وزن الكلام. لا وزن الكلام. غلط فهمتيني غلط. لا ما فهمتكش غلط، انت اللي تكلمتي غلط. قلت لك اودي احنا مركب سميت سيدنا صحيح الله وطرح يكون مركب في المستوى ما بقاش يتسدينا، يعني راه ماشي في صالح الفرقه كذا. انا صراحه بعدا نتفاجئ بعد نوبه تديروا شي تعابير عندها واحد الحموله كبيره وكبيره.
هو الملعب هو الملعب العشب ديالو ما خدمش اي وشو علاش غنكبرونا بانه السوء. لا انا كي قلت لك زعما خصنا حنا نتجاوزوا هذه النقطه. تتحرجونا بهذه المداخلات ديالكم الله يجازيكم بخير. خلوا موري عشب شوفوا العشب الا خسر وتصلح شي حاجه فين كاع فين كاين الاشكال وفين تشد يمكن واحد المباراه اليوم ما صالحه شي يصبر واحد 15 يوم ويولي صالح. علاش حنا اكثر من عام السي سعيد تشد اكثر من عام. اي هذا هو النقاش اللي ناقشنا انا بالنسبه لهذه النقطه وسمح لي السي سعيد. لا ما كاين حتى مشكل السي ما كاين مشكل تحياتي انا ما قصدتش. لا ما كاين مشكل لا غير انا تنقول لك تهضر يعرف يعني كلامي حطو بقواعده. شكرا لك السي رضوان بارك الله فيك شكرا لك. شو عند السي عبد المجيد من الدرب. السي عبد المجيد مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. تحياتي سي سعيد. مرحبا سيدي مرحبا. الله يعطيك الصحه. بغيت غير نتكلم انا ودادي بغيت نتكلم مع كائن البرمجه. ايوه الفريق الوطني المغربي الرديف اللي مشاو مع عموته المقابلات الاعداديه. تنظن غادي يجيو ثلاث او اربعه ياك. ايوه بغا يلعبوا الثلاث مع سنغافوره. وغادي يجيو ثلاث او اربعه. ايوه وكيف يعقل ان الوداد والرجاء غيجيو الاربعه ويبقاو الخميس ويلعبوا الجمعه؟ الوداد تلعب مع اربعه والرجاء تلعب مع سته. واش ما كانش بالامكان وغادي يلعبوا الاثنين مقابله اخرى وغادي يحبسوا البطوله؟ باش لا غيلعبوا يلعبوا الثلاثه باش الاثنين. الوداد انا سمعت الاثنين غيلعبوا الجمعه والاثنين على اين؟ انا لا اللي عارف انا هي الثلاثه لاعبين الثلاث ما على اين؟ المقابله الاولى تلعب مع السوال من نهار الجمعه مع الرجاء الوداد. اييه ياك. اييه واش ما على ما قرينا بالجرائد قال لك البرمجه والنقل التلفازي واش ما ممكنش الوداد والرجاء يلعبوا حتى الحد ويلعبوا الاربعاء ويخليهم يرتاحوا راه الناصر يطلب ما نعرف انا شوف انا ما غنعرفش شيء البرمجه اش يديروا ولكني اللي عارف بانه كاينه كاس العرب نهار 30 انا ما عرفتش باش السي سعيد امتى غيمشيو هما وهما غيكونوا عارفين هما غيكونوا عارفين بان غيمشيو حتى الخميس يخليهم حتى الاربعاء يلعبوا يلعبوا الحد. انا ما عرفتش اي وقتاش غادي يمشيو ما نكذبش عليك لانه كيف ما كان الحال نهار 30 خصو يكونوا على الاقل في قطر بواحد 3 ايام حيت الناصري على باقي بالجرائد الناصري طلب باش ياجلوا ليه الماتش ديالو. حنا ترى دور الوداد ترى الرجاء خصهم يتاجلوا الماتش الى كنت الخميس. علاش غيلعبوا الجمعه هما غيجيو الاربعاء ويبركوا الخميس ومقابله مهمه وانت غيبداو المشاكل تخسر الوداد وتخسر الرجاء هذا الماتش هذا غيقول لك ها واش شعب متجر لينا واش شعب متجر لينا وخرج علينا كيدي لنا الوداد داست لعاب هذا الوداد ودا خمسه من الرجاء. دابا الا هما ربحوا راه الامور ما غاداش ولا خسرت الوداد ولا الرجاء غيبداو المشاكل. عموته دار واحد الكلمه اخرى بغيت على سي عموته المشكل ديالو مع التكناوتي واش هذا المشكل ما يتحلش؟ دابا التكناوتي عيط عليه واحد خليل وبيش عيط عليه الفريق الكبير واش واش التكناوتي ما كيتسالش مشي مع فريق الرديف؟ وعفى الله عما سلف سي دار خطا شحال هذه راه هما بركوه ثلاث شهور راه ما لعبش ثلاث شهور دار كان هو تيقول لك مريض برك ثلاث ايام ما لعبش المقابله ديال الجيش كما قلتي والوداد خسروا مع الجيش في لاكوب باش حبس هذاك الحارس اللي كان ما عقلش عليه السنيه ديالو. واش زعما عموته ما ممكنش يتصالح مع السي تاكناوتي؟ تنظن كاين تاكناوتي وزنيتي هما اللي كاين في الواجهه كاين ذاك الوليد ديال الجيش مع المجال ديال طنجه هذوما اربعه ديال الكوال اللي ممكن ياخذ منهم ثلاثه ولا جوج ولا شو شحال الوقت ياخذ. لا غير بس سمح لي نرجعوا للبرمجه. دابا البرمجه شنو البرمجه؟ ما عارفين شيء بانه عموته بقى شي سافر وما عارفينش بانه البرمجه بالبرمجه واش ما كانش بامكان ياجلوا المقابله ديال الوليد درجه الحد ويخليهم على خاطرهم تما يرتاحوا واش الظن السي سعيد يجيو نهار الاربعاء ويكون الخميس يلعبوا الجمعه هما والرجاء. دابا الا خسروا اش غادي يقولوا اصحاب الرجاء؟ دابا الا ربحوا راه المشكل راه ما كاينش. الا خسرت الوداد راه عندها مقابله مهمه مع السوالم راه ما سهلاش المقابله مع السوالم. الا خسرت الوداد اش غيبداو عاوتاني الصحافه عاوتاني الوداديين واش عموته بالعاني شد معنا الضد هذه شد ضد مع التكناوتي شد ضد مع الوداد شد ضد مع الناصري غيدخلوا فيها الناصري ويدخلوا فيها الوداد ويدخلوا فيها. الا ربحوا راه المشكل تحل والا خسروا راه غيبقى مشكل اخر. هذا رايك انا بغيت الراي ديالك انت. لا انا 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 ما نقدرش نعطي راي وفي النيه ديالي بانه عموته ضد الوداد وضد الرجاء والبرمجه ضد الوداد وضد الرجاء. انا بالنسبه لي الناس ديال البرمجه هما اللي عندهم المعطيات وقاش يكون تجمع هما مفروض فيهم يديروا جيال الدورات قبل ما يسافر الفريق الوطني المغربي القطار. يمكن السفر غادي يكون ما عرفوش في نهار 24 نهار 25 لان كيف ما كان حول 26 ولا حتى تسالي يعني الدوره 12
هما اللي عارفين، انا ما غندخلش في علاش داروا المباراه ديال الجمعه. حتى انا بامكاني نقول بانه المباراه ديال الوداد مع الرجاء تلعب تنهار الجمعه، ويلعبوا المباراه الثانيه تنهار نهار الاربع بدل الثلاث، ولكن هما داروا هذا التوقيت هذا. انا ما عارفش، ما عنديش المعطيات، والا غادي يعتبروا الناس ديال البرمجه ما فاهمين والو. الناس البرمجه مادام عرفوا الفريق الوطني ديال الراضي بغا يمشي في واحد التاريخ ويجيب واحد التاريخ، ما فيها باس ناجل المقابل على نهار 1/6 باش ما بقاش قوه القيل والقال. راه بالعاني داروا دابا جاب الراضي دابا الناصيري، راه ما بقاش من خلف هادشي ديال البرمجه ديال العصمه وهادشي. دابا راه كاينه شركه اسبانيه هي مكلفه بهادشي ديال البرمجه. ما عارفين الفريق الوطني ديال الراضي بغا يمشي مع موتى وغايجيو الاربعاء، وكيفاش غايجيو الاربعاء وانتم تلعبوا الجمعه؟ وعلى كل حال انا ما صعيب عليا، ما عنديش المعطيات، ولا اعتقد بان الناس ديال البرمجه الا برمجوا شي حاجه برمجوها بناء على المعطيات اللي عندهم. ما تنظنش بان عندهم المعطيات على انه غنبرمجوا هذا الشيء هذا ضد في الوداد ضد في الرجاء. وراه ماشي غير الوداد، حتى السوال ملعبه وحتى المحمديه لعبه. على من المحمد؟ علاش دابا غير الوداد اللي غتشكى ولا 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 والرجاء؟ لا، حيت الرجاء عندهم اللعابه في تيلعبوا في الفريق الوطني. انا بالنسبه لي ما كتب عليك انا شي ديال ما تنبغيش ندخل في القراءات اللي ما لا لعبوهم، لانه الى بان لهم هذا هو التوقيت اللي صالح. ما عرف. شكرا لك سي عبد المجيد. على كل حال كل واحد عنده قراءات ديالو لهذا الشيء ديال البرمجه، عمره ما غيسالي. سي خالد من مراكش. سي خالد مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام سي خالد. اولا قبل ما ندخل الموضوع تتمنى التاهل نهائي للاعيبه تاع شي مالك مع الثلاثه، تتمنى تاهلوا ان شاء الله. ان شاء الله. الله الله. ولو ان مباراه على حسب نتعرف انها مباراه قويه. عندي واحد جوج مواضيع. موضوع الاول منتخب واخا هل الجمهور كما تاهل عنده يفرج بالاداء وما تاهلش، اش كانوا بغا يقولوا؟ ما بغيناش الاداء، بغينا النتيجه. ايوا هادشي اللي كاين. دابا التاهيل بغاو الاداء. انا ما تفهمش الجمهور المغربي اش بغا. باغيهم جوج. انا ما تفهمش الجمهور المغربي اش بغا. باغي نتيجة واداء. ونقلب على النتيجه هي الاولى، غادي نشوفوا الاداء. هذا اياه. راه ممكن سي سعيد، دائما تنقول سي سعيد هو الاستاذ ديالنا في الكره، ممكن نلعب معاك ولكن انت اخر دقيقه وتسجل عليا. كاين شي ولا ما كاين؟ كاين في الكره شي وارد. انت اخر دقيقه وتسجل عليا، انت خدمت هو المؤلم اللي لعبت عليك انا هو اللي مقصي. ثاني حاجه تتمنى ان جيش من ان الرجاء البدوي أنا تعطي شي مهمة في الأكاديمية لهذا المدير الشابي، لأن ما عرفتش كي تنقول ربى عليه الكبدة بزاف. واش متفق معايا ولا ما متفقش معايا؟ اش من ناحية ربى الكبدة على الرجاء؟ شوف، إذا كان هو مدرب محترف، المدرب المحترف ما تيربي الكبدة حتى على شي واحد، المدرب تيربي الكبدة على النتائج اللي حقق. هو فرحان مع الرجاء لانه بفضل الرجاء دار واحد جوج ديال الالقاب اللي غيكبروا له السي في ديالو في الخريطه ديال وانا الحاجه وحده اللي قريتها عليه وعجبتني فيه، وقلت هذا السيد هذا يعني راجل مخلق. هو النهار اللي سولوه قالوا له واش تلقيتي شي عروض، لانه سمعناك بانه الصفاقس باغياك وباغياك، قال لهم بالحرف ما كلمني حتى شي واحد وما كلمتني حتى شي فرقه. وكون على يقين، انا تنعرف مدربين ما تهضر معهم حتى شي واحد، تيقول انا عندي اتصالات مع اربعه ديال البلدان وتندرس في العروض. هذا بعد على الاقل كان صريح مع نفسه، قال ما عرض عليا حد، ما طلبني حد، ما كاين حتى شي واحد، باقي تنتسنى. اما كان شي واحد اخر بحاله عنده جوج ديال الالقاب كون قال لك بانه انا عندي العروض كثيره وباقي تندرس فيهم. السلام عليكم. يلا شكرا لك سي خالد، بارك الله فيك. بارك الله فيك. انا عجبني الكلام ديالو صراحه، يعني ما حيت نعرف انا هادشي ديال حيت صعيب شي مدرب تقول له واش عندك شي عروض يقول لك لا عندي العروض ولكني تنشوفهم كاين داخليين وخارجيين، ولكن هو كان امين مع نفسه، قال ما تلقيت شي عرض لا من مسؤول من شي فريق. سي عز الدين من الدار البيضاء. سي عز الدين مساء الخير. سي عز الدين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله سي عز الدين. تاعي كيدير بخير اخويا. الله يبارك فيك. الله يخليك، بغيت نطرق معك على واحد جوج نقيطات اييه اذا كان ممكن.
النقطة الأولى سي سعيد هي ديال حكيم زياش مع المنتخب المغربي. لا يعقل غادي نبقاو حنا مدرب غادي يشد لينا سميتو مع 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 السي حكيم زياش. ضروري حكيم زياش في المنتخب الوطني ونزراوي. إلا كان نزراوي غادي 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 نستافدوا منه وغنديروا حكيمي في أريال غوش ياك ونزراوي في أريال دروا. وحكيم ما يمكنش مدرب بحال ما بحال هذا غادي يقول لك لا حكيم زياش واحد النهار غادي يمشي بحالاته. شكون اللي ضيع؟ راه هو الجمهور المغربي. متفق معايا سي وهذا رايك، هذا رايك حيت صعيب يعني نتفقوا لانه خصنا مناش انطلقنا شنو المنطلق دابا المنطلق ديال جوج ديال اللعابه كلاعبين ما كاين حتى شي مشكل حتى حد ما تحيد الكفاءه ديالهم حتى حد ما قال بانه ما بغيناهمش يكونوا ولكن كاين واحد الامور داخل الفريق الوطني المغربي لما تحترمت شي ممكن شي ندخل نقول لهم لا خصكم نعم سي سعيد الجامعه تدخل في هادشي هذا لان حكيم زياش ضروري بلاصتو كاينه في المنتخب الوطني ما يمكنش ضروري ستيفوز ديال القزعي يدخل. والنقطة الثانية الله يخليك هي ديال واحد اللاعب كان سميتو كنتي طرقتي لها شحال هادي سميتو ابراهيم صابر كان لعب في الرجاء البيضاوي كان هضروا معك شي مستمعين وكنتي قلتي لي مودي ابراهيم صابر ما عمرني سمعت بالاسم ديالو كنعرف صابر واحد ديال الوداد البيضاوي وراسي سعيد راه داز ابراهيم صابر في الرجاء البيضاوي في 97 على ما اظن وكان نيت كان لعب نهائي ديال كاس افريقيا مع جولد فيس ديال غانا كنت حتى هو وكنت انت هو المعلق ديال هذه المقابله ديال سي سعيد الى خدمت داك الى ما بقيتش عاقل عليه وصافي يعني حيت ما كتبش عليك الى ما الى ما لعبش بزاف مع الرجاء وقيله لا لعب كان جا من لعب 95 96 في 97 لعب نيت مع هذا المدرب وحيد خالولي زيت ويمكن يمكن ويسمح لي انا مابقيتش نذكر ما حيت شوف انا ما نكذبش عليك واحد القضيه شوف انا العلاقات كانت عندي كثيره مع الفريق الوطني ومع الفراقيد المغاربه لما تيلعبوا في المنافسات الافريقيه في المنافسات ديال البطوله ما تنبقاش عاقل عليهم بزاف اي سي سعيد عرفت يلا ما كاين مشكل سيدي مرحبا بك شكرا لك سي عز الدين سي مصطفى من الدار البيضاء سي مصطفى مساء الخير مشى سي مصطفى ندير اطلالة على الفيسبوك نذكر بانه بعد قليل غتنطلق المقابلة ديال فريق الجيش الملكي مع الفريق الغاني مقابلة صعيبة عند الفريق الجيش الملكي سي سعيد حياك الله اغلاق مركب محمد الخامس من جديد ما عرفش واش كاين الكومينيكي ديال الاغلاق ام انه غير ما تلعبش فيه المقابله واش يوسف تيقول له سي سعيد واش هادو منتخبات قويه في نظرك زائد لعب كل المباريات داخل ارض الوطن كن على يقين ان بهذا المنتخب مدير ما تكون نكته ايجابيه ولن يحق زعما كاس افريقيا ما تحكموش على المستقبل حيت صعيب نحكموا على المستقبل انا متفق معكم يعني حتى شي واحد ما راه حتى المدرب واللعابه راه ما غاديش يحسوا بانه الفرقه ما تدورش الشكل اللي بغينا ولكن المستقبل ما نحكمش عليه اما تيلعبوا مقابلات مع فرق متوسطه عاديه جدا تنتصروا عليهم هذا هو اللي مهم انا غنحكم على بانه غايجيو مقابلتهم غنكونوا خايبين ما عرفتش ما نقدرش نحكم على هادشي هذا ناخذ سي زهير من مدينه مراكش سي زهير مساء الخير مساء الخير سي سعيد مرحبا سيدي الله يبارك فيك سيدي نهار كبير الله يطول عمرك مولاي بارك الله فيك انت مفخره لينا و العفو مولاي الله يجزيك بخير بارك الله فيك بارك الله فيك كبرنا معك سي سعيد الله يجزيك بخير كنا كنتظروا في شهر مرحبا مرحبا ما كيعرفش سعيد هذا خاص يرجع بارك الله فيك سي زهير هذا لي زيميسيون اللي كانوا مع السي الحمار وانتوما وتبارك الله عليك انا بغيت نهضر على القضيه نتاع الرجاء اظن ان الرجاء يمكن اخطات الاقاله الشابي اعتقد ذلك لانه انا رجاوي كنحترم جميع الفرق منها الوداد بطبيعه الحال ولكن اعتقد ان الرجاء كان لها تكون صارمه اكثر في مستودع الملابس باش تخلق الجو العمل للمدرب وانا اعتقد ان المدرب كان قادر انه يعطي اكثر خصوصا وان معاه ابو شروان اللي هو ولد الفرقه درني خاطري انا بزاف باش مشى ابو شروان بهذيك الطريقه كنا بغيناه يمشي بطريقه احسن ولكن المكتب كان عنده راي اخر المكتب اللي كان كيقول انه غادي يجيب واحد المدرب عالمي اذا بينا كنتفاجئوا بانه مدرب ما عندوش واحد البالماريس اللي هو كبير كلاعب وكمدرب راه البالماريس ديالو معروف
أتمنى أنه حتى هو يدير ثنية معنا في الرجاء مرحبا به، ولكن كنعتقد أن الشابي وجد ليه زعما الظروف كاملة لأنه يكمل العمل ديالو. إلا كانوا انتدابات واحد الجناحين وحارس مرمى ثاني احتياطي يكون من المستوى الجيد، هادشي اللي كاين. وكنتمنى واحد موفق للمنتخب الوطني في كأس العرب، نتمنى بارك الله فيك. وخليلو زيدش راه غادي مزيان، ربح 6 ديال الماتشات، 5 ديال الماتشات اللي ربحهم كاملين، باقي ليه الماتش السادس اذا ربحهم كيربح بالنتيجه، ولكن الاداء ما وخلي الاداء حتى نحتاجوا الاداء في ذاك المباريات المهمه. والاداء بالنسبه لي غير مقنع. انا كنتمنى ان الماتش الاخر البلاج نربحوا مع يعني نكونوا عن حسن المستوى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك سيدي زهير، شكرا لك. شكرا لك. شكرا. مشي عند السي مصطفى من الدار البيضاء. السي مصطفى مساء الخير. مساء الخير سيدي. مرحبا سيدي. مرحبا سي سعيد. الله يحفظك ابو العيد. عندي واحد التدخل بالنسبه لي. كنطلب السماحه من المدرب المنتخب الوطني، حيت ديجا كنت انتقدتو، ديجا كنت واحد الشقار كنت ديما كنتقدو، ولكن دابا انا كنشوف بانه كيربح الماتشات. يعني يقدر يكون سي سعيد، يقدر يكون الاداء وما تكونش النتيجه، وحنا حنا محتاجين النتائج. يعني المدرب عالمي كيعرف يجيب النتائج، واخا ما كيكونش مستوى يكون مستوى كبير، ولكن كاينين النتائج الحمد لله. ربح واحد 5 الماتشات كاول فريق افريقي اللي غير ربح 5 الماتشات متتاليه كيتحسب ليه. وبالنسبه للمدرب هذا خصنا نصبروا عليه، غادي يجي الاداء مع القادم ان شاء الله، غادي يجي الاداء. وانا كنتذكر واحد الماتش سي سعيد اش كان مع المنتخب الجزائري في لاكوب ديموند ديال 2014، حنا شفنا المنتخب الالماني اللي ربح البرازيل في البرازيل ربح بسبعة، ودا كاس العالم ضد الارجنتين كان لعب، هو كان لعب ضد الالمان وكان دار واحد الماتش كبير ضد الالمان، وكانوا ربحوا الجزائر بشق الانفس بجوج لواحد. يعني هذاك كيبين لك القيمه ديال المدرب في ماتشات كبار، راه كيكبر في ماتشات كبار. الله داكشي اللي بغينا. لا ان شاء الله غادي يكون واحد ان شاء الله ان شاء الله. وبالنسبه لسي سعيد كراجاوي، بالنسبه لسعد الشابي ضروري يبقى في الرجاء، وخا كان يبقى في الاكاديميه يشوفوا يلقاو ليه شي بوست في الاكاديميه يليق بالمستوى ديالو. مدرب كبير عطى الفريق الرجاء البيضاوي، دار ثقه في لاعبين شبان بهذاك الشيء، قدر بهذاك الشيء واخا ما كانوش انتدابات كبار، وانما قدر يدير نتائج. حيت الجمهور الرجاوي كينسى، الجمهور الرجاوي كينسى ان الرجاء ما كديرش انطلاقه في بدايه الموسم. ديما الرجاء كنا كنتسناو حتى الروتور، وكدير واحد انطلاقه. إلا تسنينا هذا العام كون ما كانش مدرب شابي، كانت الوداد على الأقل غتكون فيتينا على الأقل بواحد 16 نقطة. 16 بزاف عاود. وغتكون على الأقل واحد ماشي 5 نقاط، غتكون أكثر من 5 سعيد. حيت حنا كنعرفوا الانطلاقة ديال الراجل ما كتكونش دائما، كتكون واحد الانطلاقة متذبذبة، كتكون فيها واحد الانطلاقة ماشي هي هذيك، كنتسناو ديما حتى الروتور. ايوا نتمناو المردود ديال فريق الرجاء يتحسن مع المدرب الجديد. شكرا لك سي مصطفى، بارك الله فيك. سي عبد الله، سي عبد الله من الدار البيضاء مساء الخير. سي عبد الله معك. سي عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سي سعيد لاباس؟ الله يبارك فيك مولاي. عندي واحد جوج نقيطات خفاف. ان البي جي هو اللي كيحدد المدرب. دابا الرجاء اللي كانت عندها البي جي ضعيف شويه، جابوا مدرب على قد الحال. من دابا كاين السيوله الماليه راه جابوا مدرب عالمي. والنقطه الثانيه ان النجم ولا دابا هو المسير. كنهضروا على اللعابه بصير هذا كذا تيمومي، ولينا كنهضروا على المسير المدرب. المدرب قال مسير جا، مسير مشى، مسير جا. خاصنا يجيبوا لنا شي لعابه، ينتجوا لنا شي لعابه نهضروا عليهم. ايوا غير الغياب ديال هاد النجوم هو اللي تيخليك انك تهتم بالمسؤوليه. كنهضروا على الناصيري، الحزوي، كنهضروا على شي لعابه جداد يكونوا. لا دابا نحفظوا الاسماء ديال المنخرطين. ولكن شي ساعات راه خاصها تكون شويه يهتموا باللاعبين، لان اللاعب هو كل شيء. وشوف شوف ماشي انت غتهتم باللعب وغتصنع لعاب، اللعب هو تيفرض راسو عليك. لما تيكون لعاب كبير تيفرض راسو على انك تتكلم عليه. يلا شكرا لك سي عبد الله، بارك الله فيك. سي عبد اللطيف من مراكش. سي عبد اللطيف مساء الخير. سي عبد اللطيف
معك بهذا الشيء سعيد. مرحبا سي عبد اللطيف، مرحبا. تحملنا ثاني صافي، ما كاين حتى مشكل، مرحبا. تبارك الله كاش سعيد. بالنسبه ليا خويا سعيد، الناس اللي تيقولوا هكا خلي المدرب يخدم ولا خلي سميتو يدير، فهمتيني؟ انا بغيت اي واحد رد عليهم، واش هاد المدرب سي خالد يوزيز وسمعت القجع مات العاليه انا والغير كاين شي واحد تاثر فيه خدام داكشي اللي قال لي صوتي ديال سي سعيد، فهمتيني؟ يعني هذوك الناس قول لهم عاد انه خدام ما كاين قال لي حنكم. المهم نمشي للامور التقنيه سي سعيد. انا بالنسبه ليا يعني نحاول نكون منطقي، الضمانات هي اللعب ماشي هي النتيجه، النتيجه تتكون خادعه. ولا جينا نقيسوها بالظروف اللي كاينه، كان تتلعب في المحل ديالك وتتلعب مع فرق يضعف، ونحاولوا نرجعوا نديروا واحد القراءه. الماتش الاول لعبنا مع السودان ما كانش شي اداء اللي هو مزيان، فهمتيني؟ الماتش الثاني عاد كان الاداء، فهمتيني؟ اييه. الماتش الثالث حتى هو شويه، الماتش الرابع والخامس ما كانش شي اداء ديال غينيا، الى عقلتي غينيا كوناكاي في الماتش لعبوا كانت مضومينيا الماتش وكانوا مسيطرين عندنا وكانوا سجلوا الى عقلتي التعادل، وكان المهم الحيثيات ديال المباراه هي اللي تتحدد النتيجه. وهذا الماتش الاخر ثاني ما كاين لا اداء لا والو، وكاين شي ناس تيقول لك بان سميتو تاهلوا وهذا الشيء، يعني ما كاينش موتيفاسيون. انا بالنسبه ليا حتى الفريق الاخر مقصي، ما كايناش شي موتيفاسيون، فهمتيني؟ يعني حنا مأهلين وهما مقصيين. شنو لا يعني الخلاصه ديال هذه المداخله شنو هي؟ الخلاصه سي سعيد، انا تيبان ليا المنتخب محدود سيرتو في الوسط، اعطى ماتش واحد اللي عطى واحد شويه ديال الاطمئنان، ولكن مع فرق ضعيفه بحال لوزه وهذا الشيء، ماتش واحد اللي لعب مزيان الى قلتي، فهمتيني؟ اما من بعد الماتش الاخر كارثي، الا لاحظت شي اخطاء تيدير لي ديالو هذا الشيء ما دا حتى واحد، وبرقوق فهمتيني؟ هو سميتو يعني الوسط كاين فيه خلل كبير، فهمتيني السي سعيد؟ تسمعك تسمعك. وهذاك الوليد ماي تيذكرني في بصير، الا عقلتي على اللاعب ديال بصير، يعني تيتحكم في الكره ما تيبعدهاش عليه تيديها في رجلو، يعني تبارك الله عليه. ماشي نقولوا ما كاينش، حنا عندنا فرقه المنتخب يكذب عليك شي واحد يقول لك ما عندوش، وهو السي خليل وزيتش راه هو تيدير اخطاء بحال قال لهم المنتخب سيريان يعني والو. لاحظتي في التصريح ديالو السي سعيد شنو ما سمعتش؟ قال يعني بان المنتخب ديالنا لحد الساعه والو، ما كاين منتخب، يعني ما كاين لا يقنع لا والو. ما مقتنعش حتى هو بالاداء، مازال ما مقتنعش، ولكن شكون المسؤول السي سعيد؟ كلشي عنده لعابه عالميين، واش هاد اللعابه ما توفروش عند شي مدرب اخر؟ واش اللي يستغني على زياش ومزاوي ويقول لك الاداء عيان؟ واش فهمتيني؟ لو كان هذاك الشيء عيان عيط للاخرين. سمعت يا سي سعيد؟ يعني كاين شي حوايج انا بعدا تنتمنى كيف تيتمناو الناس، غير اللي تيقول لك كان قبل الاداء ومشينا ما درنا والو، ودابا لا اداء لا والو. يعني تصور معايا الاداء وتتقول لي ما فيش كاس افريقيا، واش هاد التخمينات هادي؟ لا دابا الفريق تيربح ولا ما تيربحش؟ سي سعيد تيربح. يعني واخا بلا تيربح. الفرق تيربحوا، الجزائر هي تتربح. لا دابا حنا دابا لعبنا حنا خمسة ديال المباريات، ربحنا خمسة ديال المباريات، متفقين؟ يا سي سعيد ولكن مع فرقة ضعيفة ما تعرفش تدور الكرة. ما كاين حتى مشكل. لا غير بلاتي غير بلاتي، دابا علاش حنا غنحكموا على شي حاجة ما شفناها شيء؟ حكمنا على الفريق. لا بلاتي دابا حنا تنحكموا على الفريق الوطني المغربي لما غيتقابل مع الفرق الكبار ما غيدير شيء، يعني هذا هو هذه هي ديال الحال. لا ماشي تنقول ما غادي يديرش. وشنو؟ ما كاينش الامل يعني الفرقه. انا تنقول هذا ما عندناش ضمانات، فهمتيني؟ وما الضمانات ما كاين حتى شي حاجه، ما شكون اللي ضامن؟ حتى شي حاجه ما ضمنها، شكون اللي ضمنها؟ شكون اللي ضمنها؟ فاش تكون فاش تكون الفرقه واقفه سي سعيد تتكون غادي مرتاح. المانيا ما عمل خسروا واحد المباشر هذيك مقدونيه ولا شكون ما عمل خسروا المانيا ياك؟ اي متفق معك، ولكن شوف الاكسيدون تيوقعوا. ايوا لا شوف دابا انا تنذكر على لعبنا مباريات، انا ماشي دفاعا عن الفريق الوطني، حنا اي واحد تيهضر على الفريق الوطني
راه تيبغيه وتيعشقو من الحب ديالو تينتقد الفريق الوطني. حنا ماشي واخا نكمل لك، راه ماشي حنا ضد الفريق الوطني ولا اي واحد تيعطي رايو راه ضد الفريق الوطني، لا ابدا، حيت باغي يحس بشي حاجه، باغي يتفرج وهو مطمئن. انا تنقول دابا الان حنا رابحين، تنربحوا هذه المباريات، ما كاين حتى شي مشكل. الشيء المباريات اللي غادي يجيو الكبيره ما تنقبضش انا هاد الصوره اللي عندي ديال الفريق الوطني وتنحطها في المقابلات مع الفرق الكبيره، تنقول لا، تنقول بانه نهار هذاك النهار غتكون هضره اخرى، صافي هكا هكا غنبني. علاش انا غنبني؟ الا كنا غنلعبوا بهذا الشكل هكا ضد الكوت ديفوار ولا ضد الجزائر ولا ضد بلا ما نلعبوا، لان هذا الشيء ما غير ربحكش اي، ولكن ما غير ربحناش هذا المستوى، هذا ما غير ربحناش مطلقا، ولكني تنقولوا بانه لكل مقام مقال. ملي غنوصل تماك ممكن ننتظروا. الا كان داك الشيء اللي كنا تنتظروا هو اللي حصل، ما كاين حتى مشكل، الا ما كاينش غنرجعوا للناس، راه كان عندهم الحق، راه كان باين هذا الشيء، هذا ما كاين والو، هذه هي اللغه، ما كاينش بغير هذا الشيء هذا. طيب ماك اسي سعيد، المهم انا غير هاد ديالي اللي ما نقولوش راه كاين. لا 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 انا شوف انا فوالا انا ما نقولش لا لا لا، انا تنقول دابا حاليا تنربحوا، ما كاين ما نحيدوش لنا الربح، حنا ربحنا، ولكني بهذا المستوى ما غنظهروش بهذا المستوى، الا درنا بهذا المستوى ما كاين والو، ولكني انا تنامل بانه في مباراه اخرى غيكون المستوى افضل، ومفروض يكون افضل الا بغاو يمشيو لكاس العالم ولا بغاو يمشيو لكاس افريقيا. شكرا لك سي عبد اللطيف، بارك الله فيك، شكرا لك. مشي عند السي عزيز من الدار البيضاء. السي عزيز مساء الخير. السلام عليكم سي سعيد. مرحبا سي عزيز، بارك الله فيك. خويا سعيد بغيت نهضر غير على المساله ديال الدوره 11 ديال البرمجه. الدوره 11 ديال البرمجه اييه، اللي الماتش ديال الوداد اللي عندها تقريبا واحد مجموعه ديال اللاعبين اييه، الاغلبيه ديالهم راه مع الفريق ديال الفريق ديالهم، وعطاو الوداد لعبيه الماتش الاول. واش كيفاش هاد واش هاد مكد هاد الجامعه ولا هاد هاد الكمبيوتر الاسباني واش ما تياخذش بعين الاعتبار هاد الشيء ولا من؟ لا شوف انا غادي انا غادي نمشي لواحد المنطلق، واحد المنطلق اي انه هاد الناس هادو ديال البرمجه السي عزيز عارفين كاين فريق وطني تيلعب الان في قطر، وعارفين بانه اللعبة ديال الوداد كاينين كثار، واللعبة ديال الرجاء كاينين، وعارفين بانه غيلعبوا واحد المباراه الدوره الاول، الدوره 11 والدوره 12، وغادي يسافروا، وجاو داروهم نهار الجمعه. واش هذا الشيء ضد في الوداد والرجاء، ولا بينا على واحد المعطيات اللي مفروض انهم يسبقوا هما الاولانيين؟ انا ما عرفت، ولكن الا كانوا شي معطيات كان يخرج شي حاجه شي وما ما يمكن لهم شي يبرمجوا فيما يبرمج لك واحد، لانه برمج الوداد لان الوداد غتسافر، وان الوداد ما يمكنش تي واحد البرمجه عن ما الى 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 كانوا تيبرمجوا وعندهم الامكانيه ديال يبرمجوا المباراه مثلا نهار السبت او نهار الاحد، والدوره 12 بامكانهم يبرمجوها مثلا الخميس، نقدر نقول هذا الضعف ديال البرمجه، وهذه مستبعد. ولكن الا داروا هذا الشيء هذا تيبان لي بان هذا هو اخر، يعني البرمجه ماشي واحد تيبرمج، راه بزاف ديال الناس يناقشوا وتيذكروا وتيقولوا واش غادي يجيو، غادي يجيو لها اوكرانيا. سي سعيد ما عندها حتى لاعب لا في المنتخب الرديف لا في المنتخب الاول، كاينين فرق اخرين ما عندهمش شي لاعبين، يعني لاعبين شي مستدعي المنتخبات ديالهم لا مغرب لا خارج، ولكن مع ذلك بقى لهم الماتش حتى الحد. انا متفق يعني شوف سي عزيز، انا متفق معك. اش قلت انا؟ انا القراءه ديالي اللي قريت قلت سبقوا الوداد والرجاء نهار الجمعه باش يعاوتاني يلعبوهم نهار 23 ياك، يمكن غيسافروا نهار 24، قلت واش فهمتيني؟ لانه هاد ها برشي طنجه خريبكا اكادير واتزم وجده الفاتح جديده المغرب الفاسي، يمكن هادو ما عندهمش كاع اللعابه اللي غادي يمشيو لكاس اللي غيمشيو سميتو لقطر، اللي يمكن يمشيو لقطر يمكن هما بالنسبه لهم الوداد وبركان والرجاء راهم سبقوهم نهار الثلاث، يمكن يسافروا نهار 24 او 25، هذه هي القراءه ديالي فهمتيني؟ لان الا مشاو حتى خلاو ما لعبوهمش الجمعه غيلعبوا مثلا حتى نهار الاحد، اذا غيلعبوا نهار الاحد خاصهم يجلسوا على الاقل واحد اليومين ولا ثلاث ايام، غيلعبوا من نهار الخميس ولا كانوا غيسافروا. انا هذه هي القراءه اللي فهمت، قلت بان يمكن الناس غيسافر خاصهم يليبيريوهم يلعبوهم دغيا ويساليو هاد المشكله ديال الدوره 11 و12. متفق معك، غير هو راه فريق الرجاء هو الاخر عنده، ولكن وخروا لي الماتش ما لعبش ماشي الجمعه على الاقل الحد. شكون اللي ما لعبش الجمعه؟ حيت الوداد ما غيلعبش ليها شحال من لعاب ما غاديش يوصل، شي خمسه لعابه تقريبا ما غاديش يكونوا كاع في الماتش. ما نظنش، لا ما نظنش ما يكونوش، لا ما نظنش، لا ما غيلعبوهم شي بلا اللعابه ديالهم لا.
وعلى كل حال شوف كما كان حل البرمجه الناس ديال البرمجه راهم عارفين اش تيدير. بالنسبه لكاين شحال من لاعب ما لقاوش لي شي رحلات اللي غادي يجي بحال مثلا نصوفه ما غاديش يجي ما غير حتى الخميس ولا جوج. تهضر يعني حتى اللعابه ديال المحترفين ديالهم ديال الافارقه. وبالنسبه حتى اللي مع عموده يعني ما غادي يجي عندهم ماتش ثلاث مثلا يجيو لاربعة عنده حصة واحدة كي غيدير ليها هاد الحصة واش ايوا حيد ديالها هي ما مفهمتش. ايوا على كل حال يلا شكرا لك سي عزيز. شكرا بارك الله فيك. ناخذ سي احمد من الدار البيضاء. سي احمد مساء الخير. مساء النور سي سعيد. مرحبا سي احمد. مرحبا سي سعيد. صراحة انا نقول لك ما تفرجش في الماتشات باش نقول لك اشنو فيه. شنو الماتشات ديالك بعد اولا؟ الماتش ديال المنتخب يعني اوروبيا ولا بعد أيه. انا واحد الحاجه اللي بغيت نهضر معاك عليها هو التحكيم ديالنا. سي القداز وسي جلال جيد دوزوا مقابلات معتبرين سي سعيد افريقيا. وعلاش هادشي ما كيكونش السي سعيد عندنا في البطوله الوطنيه؟ حيت ما تيهنيهمش غير اللعابه ديالنا والمسيرين ديالنا وكلشي تينتقد وكلشي تيدخلوا تالفين ما عرفتش علاش. انا باش نقول لك واحد نجيك الصراحه جد الصراحه كاينين شي ختام الله يهديهم اييه هما اللي تيخلقوا المشاكل لريوسهم. ما عندهمش هذيك الشجاعه بحال دابا ملي كنشوفوا السي زوراق نهار بركان مع جديده هذاك التدخل ديال اوبلا على اللاعب حدراف واسكاري ديزويت واش ما كانش شارك للجلسه؟ ما عقلتش علاش والله ما عقل ما تبقاش عقل على هذا الشيء. سي سعيد راه هذا هو الاشكال اللي عندنا حنايا. كانت عنده الشجاعه باش يطرد اللاعب ديال جديده وما عندوش الشجاعه باش يعلن على ضربه جزاء. واخا هذه واحده هذه اخرى. هذا الضعف ضعف السي سعيد. انا تنقول لك ان الحكام ديالنا خصهم يحيدوا منهم ديك اللعبه ديال شكون اللي لاعب وشكون هذا الفريق ديال من ولا ديال فلان ولا علان. لا رجاء لا وداد لا جديده لا الجيش لا والو. حيد هذاك التونسي سعيد. دابا بغينا نشوفوا هذاك الحكم بالله. مثلا بهذيك ضربة جزاء واش ما قاريش القانون واش ما عارفش القانون؟ هذوك المادة 12 واش ما حافظهاش ما عارفهاش؟ وملي كيعيط عليه السير قزاز اللي كان موجود في الفار كيدير على اللي قال لي راه لا هو دخلنا عليك بغض الله سيدي احمد واش عاود نرجعوا تاني باللوط هضرنا عليه اكثر من 15 سنة. لا سي سعيد حيت دابا الجامعة واللجنة التأديبية ولا هذي كتخرج لينا بالسي مثلا هذا المسؤول راه وقفناه راه نزلنا عليه بغرامة اللعاب راه هذا الفريق راه غرمناه واحد 2000 درهم حيت كاين عنده شحال من واحد دار هذه اي أيوة واحد هذا مسؤول غرمناه 20000 درهم 50000 درهم وهاد الحكام ما كيخرجوش لينا السي سعيد باش يقول لنا شحال وقفوه. لا بحال شي لا العقاب ديالهم هما دايرينه بطريقه بحال طريقه رياضيه. شنو هي انه واحد المدرب عنده واحد اللعاب لعب مباراه وضيع له فرص ديال التسجيل ما تيقولوش انا وقفته ما تيكونفوكيش ولا تيخليه في البوندوتوش ما تيعطيش التبريع علاش ما لعبتيش هاي ما لعبوش هاي لانه ما كانش مزيان بالنسبه ليهم. حكام حتى هو يدخل في هذه الدائره هذا التفسير ديالي انا دخل في الدائره لانه دار اخطاء وما لعبش مزيان غادي نقول علاش غنعطيه مبالغ. والا دابا اليوم واسمع لي والا اليوم دابا الا شي لعاب مثلا بن حليب ضيع ضربه جزاء غنديروا بلاغ الراجل ديال بلاغ تقول بان بالحليب راه وقفنا لانه ضيع ضربه جزاء ما تتلعبوش. سي سعيد هاد الحكام ملي كيعرفوا القيمه ديال الخطا ديال المولى ومتوقفوا وبالنسبه للراي العام تعرفوا بانهم توقفوا على الاخطاء اللي داروا هذيك الساعه بداو يفكروا مزيان باش ما يبقاوش يرتكبوا هذوك الاخطاء. لا 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 شوف حيت شوف كاين جوج ديال انواع ديال الاخطاء. اسمح لي شوف الخطا اللي هو خطا بشري انا ما غنعاقب عليه حتى شي واحد الا كان خطا لانه التموضع ديال الحكم ما مزيانش او انه مبين بانه ضعف اللياقه البدنيه ديالو او انه خافي على واحد القرار علما بانه باين وواضح له هذا شكل. ولكن اللي خطا اللي صعيب هو الخطا اللي تيكون متعمد. الا كان خطا متعمد انا راه ما تنوقفش بالشهر انا راه تنوقف افي انا راه ما عنديش انه غادي نعاقب شي واحد عقوبه ديال شهر ولا شهرين. التعمد شي حاجه راه ما خصوش يبقاش يمارس. دابا سي سعيد بالنسبه لك السي بلوطا شنو واش متعمد ولا شنو عنده هذيك القضيه؟ ما فاهمش القانون ما عرفش القانون؟ ما شوف ما يمكنش يكون ما فاهمش القانون ما يمكنش يكون فاهمش القانون
خطأ في التقدير ديالو، قال بأنه ما تستحق شيء، لا 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 وقع صفرة لا حمراء، غلط فيها وانتهى الأمر. وراهم غادي هو بالنسبة لي ما باتش لي وكاك ياك سي سعد، ولكن الفار اللي نادى عليه علاش نادى عليه؟ لا شوف، هو الخطأ راكب باللوط من راسو حتى رجلو، واخا باش نرجع لهذا الشيء هذا، إنما باش شنو غنديرو؟ غنخرجوا بلاغ بأنه باللوط توقف 20 عام. تمادى السي سعد، هذاك راه التمادي. الله يسر عليك السي أحمد، عافاك تجيني حالات بوحديها وتبقى شادني فيها عاوتاني، وهضرنا بصفة عامة عاوتاني باللوط عاوتاني، وهي غير تهنينا من الرداد جاب اللوط. أنا ما تبغيش نهضر على حالات، أنا ما تنهضرش على أشخاص، أنا تنهضر على فلسفة ديال التحكيم. قلنا بانه الحكم الى خطا وعاقبوه ماشي بالضروره انه غدير بلاغ، لانه حكم بحاله بحال لعاب، كان مباراه سيئه توقفوه بطريقه بلا ما يدير لها اعلان. هادشي اللي كاين، وعاوتاني الحكام وشكون اللي كاين. سي سعيد مشي للمنتخب الوطني وبسرعه، راه ما كاين نتيجه تنتظر. والله يخليك عاد بسرعه. يلا تفضل. سعيد كيشوفوا بعض المنتخبات بحال المنتخب التونسي هو انهزم. اييه كان المنتخب السنغالي تعادل في هذه المقابله الاخرى انتصر. اييه كاين فروق، يعني راه الكره راه ما مضموناش، راه ماشي علم مدروس. هذا اللي زي تقول مثلا المانيا غتربح، تجي فرقه صغيره كتقدر تخسر معها. هولندا اللي كانت ربحت بجوج زيرو تعادلات في اخر لحظات، هي كانت مأهله هولندا مباشره وفي الاخر تعادلات جوج لجوج. ولا انا عندهم ماتش نهار هذا ما عرفتش من المنتخب، ماتش حاسم بحال الماتش اللي غيكون ما بين كوت ديفوار وكاميرون. كاميرون هي راه الكره هي هذه. المغرب ضمن التاهل ديالو. انا على الاشكاليه اللي عندي السي سعيد هو مثلا هذاك سفيان بوفان. سفيان بوفان نهار سجل ذاك الهدف ديالو غضب وقال لهم انا زعما كنا كنستحق الرسميه. ندخلوا ندخلوا عطاه فرصه السي سعيد. هذا الشيء بوفال بغى يروغ المنتخب ديالو والمنتخب ديال السودان، واش كره ما كيبغيش يعطيها لحتى واحد؟ ولا مشات لعند شي واحد وما عطاهاش لي كيبدا يهز في يديه، علاش ما عطيتيهاش ليا؟ وانت اللعابه مركزين شحال من كره في كاري ديزو حتى السي سعيد ما كيبغيش يمررها. هذه راه الانانيه، راه ماشي لعب جماعي، راه المنتخب ولا كره القدم لاعب جماعي السي سعيد. راه ما كنعتمدوش على اللعب الفردي، راه ما عمرو اللعب الفردي كيأدي. واش ميسي ولا مارادونا اللي داروا هذيك واحد جوج كرات ومشاو بها من النص ديال التيران ديالهم حتى ماركاو بيه، واش كل ماتش كيديروا هذيك القضيه؟ قليل. انا صراحه يعني بوفال كمهاجم اوسط ما نعرف، لانه بوفال عز عليه قبض الكره وعز عليه رواه. بوفال ديال واحد طوله ساعه نص ساعه دخلوا، إذا كان الماتش مزير عندك دخله باش يخلخل لك ذاك الدفاع وتقول له باسي للمهاجم، ماشي يبغي مارتيها هو. على كل حال يلا، شكرا لك سي أحمد، بارك الله فيك. شكرا لك سي أحمد، بارك الله فيك. شكرا لك. نمشي لمدينة تفراوت عند سي محمد. سي محمد مساء الخير. كيفاش سي سعد؟ الله يطول عمرك. الله يبارك فيك سي محمد. خويا سي سعد، قلت لك هذيك المرة لا في الديربي قلت لك بالحليم اللي كان غيدير ليه هذيك اللي كان غيدخل اللي كان تيهضر مع الشابي، راه قلت لك من تما مشى المدرب. اييه والبارح سمعت، انا ما غنسميش الاذاعه، سمعت الناطق الرسمي ديال الرجاء قال لك كان اتصالات مع المدرب شهرين هذي. اييه وطرت عليه انا واحد السؤال، قلت له واش بوشروان غادي يمشي ولا غيبقى؟ قال لك اودي بوشروان طرح عليه الرئيس باش يبقى وبوشروان رفض. اليوم انا ما غاديش نبقى. هذه النقطه الاولى، قلت زعما لا مدرب مشى قبل من الديربي مشى شهرين هما كانوا اتصالات مع. والنقطه الثانيه عن لا اسمع اسمح لي غير اسمح لي، دابا الديربي يعني هذه شهرين هما متتصلوا بالمدرب، بمعنى هذه شهرين كون كان الفريق هو اللي محط الصفر الاول بخمسه نقاط كانوا غيصيفطوه. الله اعلم. انا طرحت عليه السؤال في واحد الاذاعه، انا طرحت وما غنسميهاش. والنقطه الثانيه على المنتخب، هذا الشيء كلشي ملعوب هنا في المغرب، راه غنحشموا منا يقولوا لنا سبقنا لكم جوج زيرو على ربي لعبوا معكم تما. انا شتينا مشاو للنصف النهايه في كاس افريقيا، مشاو للنصف النهايه. انا طلعت بروفال تاع كاس افريقيا بالنسبه لي انايا، الا مشى النصف النهائي راه فاز بكاس افريقيا.
على انت شفتي المباراة تفرجتي فيهم؟ ما تفرجش يا ديال السود والله ما شفتها سي سعيد ما شفتوش. لا على لا لا علاش حكمتي علاش حكمتي؟ انا حكمت شوف انا حكمت بالنتائج اللي شفت مقابلات الاخرين ما كاين الاداء ما كاين والو وانت عقل على هذه الكلمه اللي قلت لي الى مشى النصف النهائي انا تنعتبره بحال بحال فاز بكاس افريقيا بالنسبه لي انايا بالنسبه لي انا وكل واحد عندهم الله يطول عمرك يا بارك الله فيك سي محمد بارك الله فيك بارك الله فيك سي محمد كنتي معنا من مدينه تفراوت كان عندي مجموعه من التدخلات ديال الناس الاخوان ديال الفيسبوك لانه كاين ديال الواتساب اللي كاين كثار سي سعيد معك حسين بيضاء اول حاجه خاصو يبدا بها المدرب الجديد هو انضباط ثم انضباط وايضا تمرين على الكونترول باس الاغلبيه اللاعبين عندهم مشكل هذا الشيء عرفنا ذكرنا عليه السي حسين لماذا تم استغناء على ابو شروان كان الاجدر ان يبقى مع الفريق سمعتي بانه ابو شروان ما بغاش يبقى سي سعيد المدرب العالمي يوجد في اوروبا كما قال شابي سي سعيد هل طلعت على الانضباط اللي فرضوا تشافي في برشلونة ايوا تشافي الى بغى ينجح خصو يدير الاسلوب الذي تمشى ماشي انا نوري ولكن غير هذا رايي انا الاسلوب الذي تمشى مع اللعابه اللي عنده الا بغى يدير ليهم الشيء اللي كان تيدير هو واش عنده اللعابه اللي قادين يديروا داك الشيء او لا انا اللي تفاجئ هو انه مشى جاب داني الفيس الفيس 38 سنه داني الفيس جيبه من البرازيل لعب مع برشلونه معف وشي اثر اللعابه ولا ولكن داني الفيس اللي تنعرفو داني الفيس انا تنعتبره من واحد من اشهر المدافعين في الجهه اليمنى اللي عرفتهم كره القدم يعني بحاله بحال كافو يعني البرازيليين راه جوج ما ميزه ديال داني الفيس انه فنان لاعب مراوغ هداف وما عنده ذاك البنيه القويه ولكن يعني قراءه الملعب بشكل كبير جدا لان في الوقت اللي كان في برشلونه كانت برشلونه خطيره لا من الجهه اليمنى ولا الجهه اليسرى انما المجيء ديالو في هذا السن شنو يمكن له يدير بالنسبه لبرشلونه الله اعلم على كل حال انا بالنسبه لي تشافي الانضباط شيء والامكانيات الابداعيه ديال اللاعبين شيء اخر واش عندهم تعاقدات ولا هذوك اللعابه ما كانش يعرفكم انا يوظفهم على كل حال غتبان البصمه ديال المدرب في اولى المقابلات ديال فريق برشلونه غندير واحد الفاصل ثم بعد نرجع للمستمعين الكرام انتم دائما مع برنامج نقاش في الرياضه على اتي راديو بلس ودائما في التواصل مع المستمعين الكرام نذكر مره اخرى بالارقام الهاتفيه للتواصل مع البرنامج الارقام ديالنا هي التالي 0526-666-066 0526-666-067 بكر بانه المقابله ديال الجيش الملكي مع الفريق الغاني برسم النصف النهائي ديال كاس افريقيا الانديه البطله لا زالت متواصله والنتيجه متعادله 0 لمثلي صراحه يعني خلينا نقول بان هذه اول مره تنشهد فريق الجيش الملكي في مقابله يعني ماشي ملخص ولكن مقابله مع فريق يعني مستوى محترم اللاعبات تمر الكره بشكل مزيان الفريق الاخر حتى هو مزيان تشاهدوا مقابله يعني من البعيد الى تشوف مقابله وقلتي بانه راه مقابله ديال 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 الاولاد ما كاينش ما تيبانش بحال كاين يعني كاين شي فرق الناس تلعب الكره على حسب الامكانيات التمريرات مزيانه عمليه ثنائيه التمرير بين يعني اللي تاكل كل شيء كاين في كره القدم فما الا نوهو باللاعبات ديال فريق الجيش الملكي والمقابله ككل ما ماشي ممله يمكن انا بقيت عاق على واحد الوقت كانت فيه الكره تمشي بطيئه واللاعبه ما تيمكنلاش يتحرك الكره كاع حتى 10 الامتار لا حاسين بانه كاين عمل بين كاين العمل صراحه الى مشات تتوج بواحد الفوز ان شاء الله علاش لا الكره القدم النسويه يمكن تكون عندها مستقبل بالنسبه للمغرب
نبقى مع التعليقات ديال المستمعين. تحية متبادلة للإخوان، كاين بزاف ديال التعاليق فيهم التقدير. راه هادشي اللي كيدير زياش كيديروا حتى بن حليب مع المدرب، ولكن بن حليب حتى رقم قياسي من الطوسي وفاخير وكاريدو كارتيرو سلامي والشابي، هادو لاعبين يمكن يعني هكاك الطبيعه ديالهم نرفزين او ما عرف، يمكن يكونوا ما يعني داخليين طيبين، ولكن الممارسات ديالهم سي سعيد نور الدين من الدار البيضاء، شابي دوز مع الرجاء ثلاث اشهر ربع ليه الكبده وسمح في 30 مليون الأكاديمية واللي تربوا فيها ومشاو دعاو هالطاس دوز معاه 3 شهور وسمح في 30 مليون. شوف انا الشابي، شوف انا غنعاود نكررها، اللي سمعها راه سمعها واللي ما سمعش نعاودها. انا سمعت الشابي قريت له بانه اتصلوا به قالوا له واش تلقيتي عروض من عند شي فريق، حيت سمعنا بانه الصفاقس او شي فريق اخر من تونس بغى يتعاقد معك. الجواب ديالو كان بامكان يكون كالتالي، انا صعيب عليا نقول لكم الفرق اللي اتصلت بيا، ولكني عندي انا مجموعه من 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 من, من, من العروض، وانا غادي نشوف مع الصطاف ديالي شنو هو الفريق اللي يمكن نشتغلوا معاه على حسب الامكانيات ونبين بانه. قال لي كاسي هو انا اللي عجبني فيه، قال انا لم اتلقى اتصال لا من المسؤول ولا من الفريق، في انتهى الامر تيبين لك الطبيعه ديال الرجل، رجل طبيعي مع نفسه ما لا يتحايل. ما قال انا تنذكر على من بعيد الشيء اللي قريت، يعني لاول مره اكد لاول مره سمعت مدرب تيقول ما اتصل بيا حتى شي حد، جميع المدربين عندهم عروض تيتناقشوا. نمشي ناخذ المكالمات وناخذ معايا السي امين من مدينه مراكش. سي امين مساء الخير. مساء الخير سي سعيد، مرحبا. اول حاجه كنقول نشكرك على هذا البرنامج. بارك الله فيك سي امين. كنقول لك بان عشنا معك لحظات زوينه من العالم الرياضي، ولا سيغتو الله يطول عمرك. اسمح لي غير نقول لك بانه الفريق الشمالكي تلقى اليوم هدف دابا بضربه راسيه وخطا ديال الدفاع، لانه كره عاليه نقصوا عليها اللاعبات الغانيات وسجلوا الهدف الاول. على كل حال باقا المقابله بعيده، نتمنى الله يحافظوا على التركيز ديالهم. اطلبوا على الله، اطلبوا على الله. على كل حال المهم سي زعيم الطوق، عندي جوج ديال المداخلات على السريع. المداخله الاولى متعلقه بفريق الرجاء البيضاوي. يمكننا الا نتنيو على الاداره الحاليه. الاداره الحاليه راه كتقوم يعني كتقوم بعمل جيد جوسكا بريزون، الرئيس ديال الفريق صراحه انا كنت من الناس اللي ما كنتش متفق على انه يكون رئيس، ولكن بغض النظر دابا حنا كتهمنا مصلحه الرجاء، لانه مصلحة هي العليا، هي ترجع للرجاء البوديوم ورفع التويجات. جوسكا بريزون عجبني صراحه، عجبتني الطريقه باش كيسير حتى مع يعني الانتدابات، يعني كيدخل في ان كونتاكت ديريكت مع اللاعبين. هذا شيء جيد، يعني ما كاينش شي مساله ديال الصمافريه وهذا، دونك قطع عليهم الطريق. هذا شيء ايجابي. بالنسبه لي التعيين ديال المحلل الرياضي ففريق بحجم الرجاء هذه نقطة إيجابية جدا، لأنه يعني كيف الأهلي كيف الزمالك كيف الفرق الكبار عندهم، يعني عندهم واحد الكوميتي اللي كتحلل المستوى ديال اللاعب وكتشوفوا فين وصلوا باش نقدروا مثلا باش يقدر يعطينا الفيديوهات ديالو، نشوفوا مراكز النقص فين عنده، فين خاص علاش خصو يستغل إلى آخره. هذه بالنسبة لي نقطة إيجابية. المسألة الثانية متعلقة بالمنتخب الوطني، وانا صراحه الله كنضيف يعني تعليق بسيط على بعض المداخلات ديال الاخوان. فعلا الاداء ليس مهما حاليا، حاليا النتيجه ما دام ربحنا 5 ديال المقابلات وما دام حنا غاديين يعني بثبات نحو التاهل، كيما بيكون الخصم سواء خصم قوي ولا ضعيف، المهم هي لو ريزولتا فينال. طبيعة الحال من منتخب غيتأهل لكأس العالم راه غنساو الأداء، يعني غادي نفكروا في النتيجة وفرحة ديال التأهل إلى آخره. دونك بالنسبة ليا بلا ما تكثر هاد الشوشرة على المدرب، خليه يستغل، خليه اللعاب يشتغلوا
ونتمنى الله خير لفريق المنتخب يعني الوطني. مسألة أخيرة سي سعيد الطوق، أنا بغيت غير نسولك على واحد سؤال تدخل بسيط، سؤال بسيط. ملي كتكون مثلا شي حالة تحكيمية، مثلا شي لاعب سقط مثلا في 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 مربع ديال العمليات، والحكم جاو اللعابة مثلا ديال الخصم اللي مثلا نعطي الحاله التحكيميه مباشره باش تفهم، واخا انا ما خصش ليميتي التحكيم كنهضروا عليه صفه عامه، ولكن غادي نجي للحاله التحكيميه. انا كنتكلم على الحاله التحكيميه ديال لعيب احداد اللي تعرقل من لعيب داري، الوقيته اللي طرح لعيب احداد مشاو اللاعبين ديال الرجاء كيشتجوا، واش كان من الاجدر انه الحكم يمشي يرجع للبر على الاقل ولو هي مراقب اسي سعيد الطوق؟ واش من الاجدر يعني واش كان من الاجدر ان الحكم يدير واحد المجهود ويرجع للفار ويشوف هذيك الحاله واش افيكتيفمون هذاك السيد طاح عن عرقله داخل او خارج منطقه الجزاء، او واش كان خطا ولا ما كانش خطا؟ هذه سؤال بسيطه لا الجواب سهل. شتي سي امين تسمعني؟ قلت لك الجواب سهل، لكن عندك شويه صداع. على كل حال فاللي كاين هو انه لما الحكم ما علنش على ضربه خطا ولا علنش على ضربه جزاء، المهم ما دار حتى شي قرار في هذه الحاله، هذه لو انه الحكم ديال الفار شك في الحاله، بامكانه يعيط له ويقول له ودي خصك تاكد من هذه الحاله هذه، ما دام انه ما كانش رد الفعل ديال الفار، بمعنى انه الناس ديال الفار انهم مقتنعين بالقرار اللي خداه الحكام بانه قرار سليم 100%. هذه هي الحاله الوحيده اللي كاينه. هذه فرصه ديال الجيش الملكي، ولكن تضيعها كانت منفرده بالحارس ولا دائما خطيره لفات الجيش الملكي. ما تنظنش بانه بالنسبه للجيش الملكي تجيهم فرصه بحال هذه، ما عدا الا كان الحكام رفع الرايه ديالو ديال التسلل. على كل حال شكرا لك سي امين. شكرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك سي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ناخذ معايا السي طه من الدار البيضاء. السي طه مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مساء الخير. الله يبارك فيك سيدي. مزيان. الحمد لله. عنده واحد جوج نقيطات في المنتخب وعلى المنتخب الرادي. هذا المستمع هضر معك شويه، هذا هضر معك على بوفال قال لي تيشد الكره بزاف وما كيعطيش الكره وما كيعطيش. واش بنسولك هذا الماتش الاخر اللي لعب بوفال واش لعب في البلاصه فين كيلعب؟ لعب كمهاجم اوسط، ما تنظنش بلاصته هذيك. هو تيلعب جناح. ما تيش بلاصته، ماشي بلاصته هذيك. وحنا اللاعب اللي شد الكره يعطيها، اللي شد الكره يعطيها، اللي شد الكره يعطيها، علاش ما يكونش عندنا شي لاعب بحال بوفال اللي ملي نحتاجوه يقلب بحال هكا كيقلب. اييه انا عزيز على ذاك اللعابه. الماتش اللي فات انا عزيز على ذاك اللعابه. الا عقلتي راه دارها قلب جوج لعابه ودخل وعطى بيت. ماشي مشكل، كاين 11 لعاب الا فيهم لعاب تيعرف يقلب وتيدريبري وتيدير الحلول راه مزيان. مزيان غير هو الا كان طلب باش يطلب الرسميه خصو يلعب، ماشي تلعبوه بوست ماشي ديالو، ديك البلاصه تلعب راه بحال هكا كاين ما عرفتش شنو تيدير، كاع تيدور في التيران. تلعبوه بوست ديالو باش نعقلوا عليه. والنقطة الثانية على داع المنتخب الرديف، بغيت نقول لك سي سعيد واش هذا المنتخب الرديف واش كاين في العالم كله ولا كاين افريقيا؟ لا ما شو يعني البطولة ديال اللاعبين المحليين شكل؟ واش كاين في العالم كله ولا كاين عندنا احنا في افريقيا انا القضية هذه؟ لا دابا الرديف علاش كاين دابا الموقف الرديف؟ الرديف كاينة في بطولة افريقيا اللاعبين المحليين، وكاين دابا حنا درنا الرديف حيت كاينة بطولة ديال العرب. وبطولة العرب ماشي فيها، اسمعني، بطولة العرب ماشي بالدار يكون فيها الرديف، يكون فيها الفريق الأول، غير هي ما غيمكن لك شيء. نعم. إلا مشاو دابا هادو لقطر وجابوا كأس العرب، غيدير معاهم، اش غيدير معاهم واحد؟ ما فهمتش غيدير معاهم واحد. إيوا دابا إلا مشاو هادو لكأس العرب وجابوا مثلا لعبوا لحقوا الفينال وجابوا الكأس. ما هنيئا لهم. ومشى واحد كاس افريقيا وما دات حتى شي لاعب منهم وما دار والو. ايوا كاس افريقيا ماشي ما هي شي كاس العرب. ولا هذا المدرب هذا راه مالو المنتخب انا بعدا ما تيقنعنيش. ايوا واخا يربح حتى 800 ماتش ما واخا كاع يجيب كاس افريقيا ما يقنعكش. يجيب كاس افريقيا كاع انا ما يهمنيش. ايوا هادشي اللي كاين معنا نقول سي طه. كاس افريقيا صافي سي طه ما كاين مشكل. محيد لك زياش ومضاوي وكاينين بعض الصحافه تيمشيو معاه تيقول لك لا نضيبات نضيبات، باش عرفنا حنا هذا ياش ما منضبطش واش قالها ليهم.
ايوا هادشي شوف الطرفين بجوج. ايوا ايوا شوف اسمح لي وبلاتي بس سيطها دابا دابا المدرب قال اللي ما قال والو هو 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 زياش هو اللي قال بانه انا عارف هو عارف ولكن حنا ما عارفين حتى شي حاجه. هو اللي كان كاين بعض الصحافه تيمشيو معاه تيقول لي لا زياش ما منضبطش الا كان ما منضبطش ما عنده ما يدير ما يمكنش تحكم عليه وانت ما سمعتيش ليه. لا وقت انا بس اشرح لي بالنسبه لك انت مدرب عنده زياش علاش غادي يكون اختلف معاه؟ مدرب عقلي يعني كبير في الطلاج ما يمكنش صافي ما صالحش يلا صافي صافي دابا يلا سي طه بارك الله فيك شكرا لك شكرا لك سي طه. واخر متدخل كاعنا هو سي طه. انا غندير واحد الاطلال على الشيء تقال في الفيسبوك. كمال تيقول سعيد واش غادي يجي حمد الله للرجاء؟ الله اعلم. انا ما انا حتى سيبدا يلعب لعب حد الواحد عاد نقول بانه راه مع فريق. سي فتاح الغياط بالتوفيق ان شاء الله. النساء ديال جيش الملك في نفس النهايه دوري ابطال ان شاء الله. دابا حنا خاسرين 1-0 ولكن لاعبين مزيان لاعبين مزيان تيلعبوا مزيان. الا بقاو بهذا الشكل غادي يبقى الجانب المدني لان المقابله ما وقفاش. المقابله متحركه بشكل كبير طالعين هابطين خصهم يحتاطوا من اللاعبات الغانيات. اللاعبات الغانيات منتشرين في الملعب فاتحين اللعب يعني باش ما نقولوا شيء بانه تيدافعوا على ذاك الهدف. مباراه مفتوحه الكره طالعه هابطه. الجيش الملكي اللاعبات الى بقاو بهذا الشكل هكا بامكانهم يوصلوا للمرمى ولكن خصهم يحتاطوا لانه كاين مساحات كبيره. هذا نيت هذه واحد الهجوم الجهه اليمنى بامكانهم يخلقوا المشاكل عندهم الامكانيه باش يخلقوا المشاكل الدفاع ديال الفريق. واللي قلت هو اللي كاين ها هو تسجل الهدف ديال التعادل الان. هدف ديال التعادل من اروع ما يكون من اروع ما يكون يعني صراحه شيء جميل تشوف البنات بهذا الشكل هكايا. هدف من اروع ما يعني تيتبناو العمليات. انا غيبقى الجانب البدني لانهم دايرين واحد المجهود كبير وكبير جدا تحس بهم انهم لاعبين من اجل شي حاجه لاعبين حاسين بانهم تيمثلوا يعني الكره المغربيه مراوغه من الجهه اليمنى والتمريره من اروع ما يكون وتسجل الهدف ديال التعادل. اذا واحد لواحد بطريقه جميله تسجل الهدف بالرجل يعني ما انا كنت عاد قنبلو بانه بالراس ولكن بالرجل اصعب. اذا واحد لواحد نطلبوا على لانهم يكون عندهم الامكانيات البدنيه باش يواصلوا المقابله بهذا الشكل. رجع انس يقول فتح فريق مثالي في المغرب يجب الاقتداء بفريق تعميدوا على المدرسه. نحن نعلم انه في المغرب المسائل الماديه تعريف خاص كبير لذلك يجب الاعتماد على المدرسه. 5 سنين تيبان بان الواحد خدام على حسب الامكانيات ديالو. كذلك نحن لدينا مدربا له ثقه مبالغ فيها بابعاده النجم الكبير مثل المزراوي و جياش. الابعاد ما تيكونش هكاك. شوف انا غير غادي نمشي بمنطلق المدرب تيقلب على مصلحته. المدرب تيقلب على مصلحته مصلحته انه يكونوا عنده لعابه مزيانين. الا وصلت لواحد الدرجه انك واحد اللعاب وبعيد شي حاجه اللي هي تتعدى العلاقات بينك وبينه او المشاكل بينك وبينه ممكن تاثر على المجموعه. فاي المدرب الى دار شي الى 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 لعب انا تنقول الى في حاله هذا ماشي مؤكد الى دار شي تصرف وشافوه اللعابه راه ما تبقاش عنده سلطه المدرب. انا ما علما بانه انا تنقولها وتنعاود دائما انا بغيت اللعابه ديالنا يكونوا كلهم حاضرين. السريضة تيقول البوجرفاوي تيقول كنا كنلعبوا كره وما كنربحوش دابا العكس وكيبان ليا اللهم النتيجه ولا الاداء. ابو الياس تيقول عشب تكلم عليه الركراكي ولاقي انتقاد للجميع. صحيح يعني صراحه ماشي انتقد حيت واحد قال بواحد الطريقه ما قالش العشب ما صالحش. قال بانه ما فهمتش علاش ما فزقوش الناس ولاو رابطين الجوده ديال العشب غير بانه ما مسقيش. هذا هو اللي قرعه دور اقصائي في اوروبا كتلعب ذهاب واياب في مباراه ديال السد. سي محمد انا سيقول الاداء مهم في كره القدم وإلا ما كانش الاداء راه من بعد ما غاديش تكون حتى النتيجه. انا تنهضر على شيء ديال الاداء باش نكونوا متفقين حيت اليوم الا غادي نقولوا
اللي مهم هو النتيجة ماشي مهم الأداء. هذه تتقال في مباريات يقولها مدرب لما تيربح، اللي مهم هو النتيجة ماشي الأداء. إلا غنقولها في ثمن النهاية وغنقولها في النهاية في, 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 في ربع النهاية وتجي نص النهاية وغادي نلعبوا وما غتكونش الأداء وغتكون النتيجة ونمشيو حتى النهاية ونلعبوا النهاية وما يكونش الأداء، تكون مقابلة ماشي مملة، تكون مقابلة مشدودة ما فيهاش الفرجة، ولكن في نهاية المطاف فزتي وحتى بالضربة الترجيحية وفزتي بالكأس. فزتي بالكأس الناس غتخرج تحتفل، نساو الأداء نساو المباراة. هذا الأداء مهم أو النتيجة مهمة، يعني هذه المقولة ديال النتيجة هي المهم ماشي الأداء تتكون يعني تيمكن لك تنتقدها إلا التقصيصي. أما ما حد كتربح وتقولها سير تكل على الله. إلا ديتي الكاس واش كاين شي واحد غيكتبوا له بأنه فاز بكأس إفريقيا ولكن الأداء كان ضعيف؟ انتهى الأمر صافي، تولي اللعب بطل إفريقيا، المدرب بطل إفريقيا، الجمهور فرحان، تنسى الأداء والجمهور غيبقى يتبنى ذاك الكلام ويقول لك أسيب الحق، المهم هو الربح. ويمكن تجي المباريات القديمة عم نكون تكون الأداء، حيث الأداء والنتيجة باش يمكن لهم يلتقيوا. ماشي دائما، راه نهاية كأس العالم، نهاية كأس العالم مرارا تلعبوا مباريات اللي ما كانش فيهم ذاك الجودة الكبيرة، ولكن كاين مباريات اللي فيهم جودة. إذن حنا اليوم اش تنقولوا؟ تنقولوا هذا الأداء اللي كاين دابا ديال الفريق الوطني تيدخل لك الشك. راه الا لعبنا المباراه ديال اللي غتدير كاس العالم وتاهلنا راه غنساو كل شيء، غنساو كل شيء. صحيح كاين داك اللي غيبقى يقول لا تاهلنا ولكن ما كاين والو، ونمشيو لكاس العالم وندوزو للدور الثاني كاع وما يكونش الاداء، ولكن النتيجه تتغطي. علاش؟ لانه تتكون تتواصل وتتحدد تتكلم، عندك باش تدافع على راسك. اللي صعيب هو انك تلعب مزيان وتخسر. قلنا الأداء مهم، فكرة مهم في كرة القدم ذكرنا عليها. من زهر المغرب، كل مقابلات كان داخل الوطن لاعبون لم يكتشفوا الأدغال الإفريقية. كلمة أدغال الإفريقية انتهت. السي العلاوي خالد، راه مابقاش أدغال الإفريقية، الأدغال الإفريقية الله يرحم يعني الصحفيين الكبار ديالنا اللي عاشوا في إفريقيا قبل منا، كانوا تيتحدثوا على الأدغال الإفريقية، وحنا حصلنا على جزء من الأدغال ماشي كلها. الادغال هي انك تدخل لشي محل يعني ما عارفش فين غادي، هي لما كنت توصل للمطار وما بين المطار والمدينه ما تشوف حتى شي حاجه، ظلام غادي ما عارفين تخرج، وتتمشي للفنادق مظلمه وداك الشيء، هذاك هو الادغال، انت ما عارفش فين غادي. دابا افريقيا تبارك الله بزاف ديال المدن اللي تكبروا وتحسنوا ولاو مزيانين، ما كاينش ادغال. دابا من المطار وانت غادي في الضوء في الانوار حتى للفنادق والشوارع كبيره، ونبقاو نذكروا على الادغال. لا، الادغال الكلمه ديال الادغال غير حيدوها من بالكم. الادغال الافريقيه ما يمكن كاين شي مدن صغيره، ما تبارك الله الناس ما غنقولش بان تطوروا بشكل كبير، ولكن ماشي داك الشيء اللي التسميه اللي تسمت بها الادغال الافريقيه ما بقتش صالحه. صافي ما بقات صالحه، يمكن كاين الحراره الرطوبه شي نقبلوا، ولكن داك الجو ديال انه ما تلقاش ما تاكل وما تلقاش باش تستحم ويمكن الضو يتقطع، يمكن شي ما كاينش من هادشي هذا. لا دابا الامور الملعب ما فيهش شيء، ما كاينش يعني الملعب فيه التراب فيه الحجار، والملعب ما دايرش به حتى السياج، وتدرب غير في الخلا وتيضرب بك الناس شويه عاوتاني ديال الادغال. ما انا بعدا الشيء اللي شفت الاخراني ما كاش ما عنده علاقه بالشيء اللي شاهدنا في الاواخر ديال السبعينات والاوائل ديال الثمانينات. أنس الشابي ليس مدرب المرحلة، الرجاء يحتاج إلى مدرب يعتمد على المدرسة لأن قوة الفريق. على كل حال دابا شوف مرحلة الشابي انتهت، وحنا مقبلين على مرحلة ديال فيرموت، الوقت هو اللي تحكم عليه، ما نحكموش على شي حاجة ما كاينه شيء. اللاعب المحترف الذي لا يلتزم باحترام وضوابط الناخب ولا يبدل القميص الوطني من الأحسن عدم منادة عليه وشكرا. هذا السي هشام. سي دريس، سي سعيد، علاش الناس كيطلب رجوع الجياس؟ لان المباراه الاخيره كان صانع العاب هو سفيان المرابط. سفيان المرابط عندي فين عندي واحد الحديث على سفيان المرابط. سفيان امرابط سفيان امرابط تشوف فيورنتينا تيلعب، شفتو ميران وتكرارنا الدور ديالو
الدور ديالو تيقتصر على انه لاعب وسط ميدان مدافع تيخنق المهاجمين تيجيب الكره تيستخلص الكره يدافع اكثر من يهاجم وتينجح في هذه العمليه كي تيقبط الكره تيعطيها اللي حداه دائما حداه واحد جوج تيلعبوا الكره تي رقيقيه هذوك هو الدور ديالهم في المغرب لما تيجي امرابط بامكانه يكون افضل بكثير من امراض دابا علاش لانه امرابط ما تيديرش هاد الدور تيديرهم بجوج حيت انا تلعب في روسيا وحيت انا سميت امرابط تياخذ الكره وما تيسلمهاش بطريقه عاديه لعند شي لعاب اللي غيسيرها بحال دابا يمكن يكون الشاعر ولا يكون لا تولي هو تياخذ تيجيبها ولكن في نفس الوقت هو يعني هو المايسترو هو اللي غيسيرها ويعطيها من هنايا وياخذها تولي هو كان تيسلم الكره دابا لا اما يتسلمها ويسلمها ولا اللي خدها يعطيها ليه هو اللي غيسير تيظهر ليا بانه تيدير جوج ديال الادوار في دور واحد الى دور واحد وخلى واحد اخر يدير هذا الدور يكون افضل الان انا تشوفوا هنا يسير تيبغي يسير اللعب وتيظهر ليا بانه هذا مو كل وحدين اخرين اللي يمكن تكون عندهم مهارات اكثر من المهارات ديالو لانه هو المهارات ديالو كمدافع غادي يكون افضل على كل حال يعني كون كان زياش في الاوج ديال العطاء ديالو يكون قريب ليه يسلمي الكره هو اللي يسير او الحدادي في احسن الحالات ديالو ممكن تكون العمليه افضل ولكن هو دابا الان تيدير جوج ادوار هادشي تلاحظ عليه لما تشد الكره تلاحظوا بانه كان تيسير تيبعت الكره في اليمين وفي اليسار علما بانه الدور ديالو في يورنتين تيقبض الكره ويعطيها لهذاك اللي حداه قليلا نشكر المستمعين الكرام اللي تابعوا معنا الحلقه ديال اليوم نتمنى انه نكونوا شاركنا اكبر عدد من المستمعين وتناقشنا مع الاخوان ديال الفيسبوك والواتساب مقيلا نشكركم الى اللقاء غدا بحول الله.